بارطاجيو بارطاجيو الاخوان. حاولوا تبارطاجيو الاخوان، حاولوا تبارطاجيو. اخوان اللي معنا في اللايف، إلا كان الصوت مزيان كل شيء مزيان قولوا علينا الله يرحم الوالدين، صيفطوا لنا ميساجات. اخوان اذا كان الصوت مزيان صيفطوا لنا ميساج. السلام عليكم خويا زهير، الصوت الصوتي لا كان مزيان اخويا زهير صيفطنا ميساج قول لنا مزيان. مليح مليح براكنا براكنا مليح مليح، راك غايه خويا زهير راك غايه. مرحبا مرحبا شكرا. اهلا وسهلا متتبعي متتبعات ماروك سبور 24، حلقه جديده ساعه مع الحمراء هذا الاسبوع كله مع الوداد من طبيعه الحال، ودائما غادي نكونوا مع الوداد الى نجيبوا الكوب ان شاء الله. اذا ساعه غادي نستضيفوا فيها الاخوان ديالنا اللي ولاو معروفين على الصعيد الوطني والدولي، محسن من الرباط، رشيد من الدار البيضاء، اللي غادي ينشطوا معايا هاد الحلقه، حلقه ان شاء الله بكم غتكون متميزه. حاولوا تبارطاجيو للماكسيموم الاخوان باش يبقى لنا اللايف. اذا الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين في هاد العواشر، حاولوا تبارطاجيو في الجروب، خدموا معنا شي شويه باش ننجحوا البرنامج ان شاء الله. اذا نتوكلوا على الله ونمشيو عند السي محسن والسي رشيد اللي هما معنا. اهلا وسهلا السي رشيد. اهلا وسهلا السي كريم، واهلا وسهلا المتميز السي محسن، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. مرحبا مرحبا باخي محسن، اهلا 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 وسهلا محسن. السلام عليكم خويا كريم، تحيه ليك وتحيه السي رشيد وتحيه لكافه المتتبعين ديال ماروك سبور 24، وخاصه الجماهير الوداديه اللي ان شاء الله غدا ربما تكون ملحمه في تونس ان شاء الله، ونجيبوا ربما العصبه اللي غتكون جد غاليه وغاليه بزاف اخويا كريم، مقارنه مع ربما اللي داو العصبه اللي دا فريق الوداد لا 92 ولا 2017، ربما لان هذه غتكون ربما اغلى لان هنالك الكثير ديال الناس اللي كي ربما يحاربون الوداد، ولكن ان شاء الله اخويا كريم نتمنى ان شاء الله ان
يكون التوفيق من الحريف ان شاء الله، ونفوز ان شاء الله بالعصبه اخوي الكريم. ان شاء الله. اذا غادي نهضروا في التفاصيل كلها، وانا كان عندي واحد المكالمه واحد نص ساعه قبل بدايه البرنامج مع الاخ رياض الغازي ومع حمزه والناس اللي في عين المكان. اذا الاجواء كلها مزيانه الا بعض المشاكل اللي بدينا كنسمعوها وبداو كيخلقوا لنا هاد بعض المشوشين التوانسه. غادي نهضروا على هاد الامور. اذا غنبداو الحلقه اليوم. الجماهير الوداديه تتوافد على تونس بشكل كبير رغم التهديدات. كل الجماهير الوداديه ملتزمه باداء باسبور في الدخول للملعب من طبيعه الحال. المحور الثالث غنهضروا على الناصرية سهر على كل كبيره وصغيره داخل معسكر الوداد. خاص اليوم كانت حصة تدريبية بملعب رادس، وشفنا كانوا بعض المشاكل بسيطة ماشي شي حاجة ولكن عادي بالنسبة للفينال. فيفا تراسل الاتحاد التونسي وتحذر التشكيلة المحتملة للفريقين. ما هو التكتيك المحتمل الذي سيخوض به الفريق الفرق المقابلة؟ غادي نهضروا تكتيكيا في آخر الحلقة بالنسبة للفرق كيفاش غادي يقدروا يلعبوا تكتيكيا. إذا نبداو مع الإخوان. كي داز النهار؟ كل شيء مزيان في أمان الله، كل شيء بخير سي محسين؟ أخوي كريم الحمد لله، الله يحفظك أخوي كريم، الحمد لله. ونتمنى إن شاء الله كافة المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، أولا بالأحرى كافة المسلمين أخويا كريم على وجه الكرة الأرضية يكونوا إن شاء الله ربما يكونوا في أحسن الظروف ويكونوا بصحة جيدة، وكذلك نتمنى لهم في هذا الشهر المغفرة والثواب، ونتمنى من الإخوة العرب ربما أنهم يلتزموا بالمبادئ ديال الدين ديالنا الإسلامي ويحترموا بعضياتهم، لأن كنشوفوا أخويا كريم ربما مقابلة كرة القدم وكنشوفوا الأشقاء التونسيين اللي تم الترحيب بهم هنايا، ولكن كندوي ربما الأشقاء التونسيين كندوي على فئة ديال الفريق الترشي. كنقول فريق الترشي أخويا اللي معروف بشراء الحكام وشراء الكؤوس إفريقيا، فتنظر الجمهور ديالو داك الشيء. وبديتي سخونة أم حسين، بديتي سخونة. هو أخويا كريم لأنهم عيقوا بزاف صراحة، لأن إذا كانوا بحال هذوك أخويا كريم ما تيشرفوناش أنهم يكونوا عرب ولا مسلمين، هذاك الجمهور ديال الترجي وخاصة واحد الفئة باش ما نعممش، لأنهم حشومة في هذا رمضان ربما، أو حتى الإدارة ديالهم اللي صراحة كنا كنهضروا على الخبط الكروي ولكن تنهضروا حتى على الخبط ديال المسؤولين ديالهم، لا تسييريا ولا في جميع المجالات، لأن حرام صراحة يكونوا هذوك مسلمين لأنهم يتعاملوا مع الجماهير الودادية اللي رحبات بهم واستقبلاتهم في المنازل ديالهم بهذيك الكيفية بالتهديدات عبر الفيسبوك. وشلنا اليوم ربما الإصابة ديال واحد أحد الجماهير اللي غنهضروا عليها والحمد لله، ولكن أخويا كريم ربما إن شاء الله غردوا لهم صاع صاعين، لأن هنالك مازال كثير من المقابلات. إلا بغاو هذاك اللاعب الصبياني راه كاين الجماهير الودادية، راه ممكن دير أكثر من هذاك الشيء كيديروا، ولكن بما أننا حنا مغاربة ومسلمين تنحترموا كافة الضيوف اللي كيجيو عندنا بغض النظر على الجنسية ديالهم، ولكن للأسف منين صراحة وصول هذاك المستوى صراحة ديال التطرف، فتنظر إن شاء الله ربما غنجاوبهم غدا في الملعب، وكذلك مازال هنالك مقابلات كثيرة، ومنين غيجيو ربما غيشوفوا الوجه الآخر للشعب المغربي أخويا كريم ان شاء الله. المهم اذا غادي نهضروا في جميع التفاصيل. هاد التوانسه راه ما كيحشموش، المهم بعد الجماهير، بعض الجماهير هما ناس مزيانين، ولكن بعض الجماهير سورتو هادو ديال الترجي قباح شي شويه وباسلين كيحسابوا راسهم يعني راهما يعني اللي كاينين ولا ما عندكش. المهم هاد المسائل هادو غادي نهضروا فيها كما تا هما كيهضروا، حتى حنا خصنا نهضروا ونقولوا داكشي اللي كنحسوا به. اذا سي رشيد كي داير الامور؟ كلشي مزيان الحمد لله. كيف بقات الوالده كيف بقات مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. كاين تحسن متحسن مستمر ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله غفران ان يكون للناس غفر لهم ما تقدم من الذنوب ان شاء الله، وتهدي جميع المسلمين وترد بهم الطريق الصواب. كيف ما قال محسن، فأسوأ شيء انك كتعتدي على واحد انسان اعزل من السلاح
كاين واحد الترصد، واحد كنقولوا ترصد باش تضرب واحد الشخص اللي الذنب ديالو انه مشى يشجع الفريق ديالو. فهذا ممكن اسهل شيء ممكن كنا نديرو حنايا هنايا في كازا، ربما تخرج اي واحد لقيتيه تونسي غتعريه تحيد ليه حوايجو وتطيفطو عليه. هذه اسهل حاجه يمكن اي واحد يديرها، ولكن الاخلاق ديالنا حنايا اكبر من هذا اننا نديروا هذه التصرفات هذه. الحمد لله فما يمكنش لينا حنايا غنردوا العار بالعار، فهمتي؟ ولكن الى الشيء الى انقلب عن حده راه كتولي مصيبه. حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا المستوى وما نتمناش نوصلوا ليه وما بغيناش نوصلوا ليه. حنا اللي كنعرف الجماهير الوداديه الوجهه الحقيقيه ديالها اللي كتعصب، لهذا حنا ما بغيناش هذيك الايام السوداء ترجع عاود ثاني، ونتمنى ان الامور تبقى بخير وعلى خير. داكشي اللي قعدوز الجوريه هذا اللي بغيت، داكشي اللي كنتمناو. اذا تحيه لجميع الاخوان اللي معنا، السي ابراهيم بن ناصر، جمال، خالد المستعيد، عندك يوسف زاوية، هشام دحلي، زوبير صديق ديالنا، كاع الاخوان اللي معنا حاولوا تبارطاجيو. زهير مورو، تحيه خويا كريم، ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله خويا من فمك الباب السماء ليله الجمعه هذه. دعيو مع نشتو الشمل هاد المكشخين ولا ما عرفتش كيقولوا لهم، يا ربي نشتو لهم غدا الشمل، يا ربي نفرت كل يوم الجقله كما درنا مع مازامبي، تفرتكات وداك الرئيس هز قلوعه ومشى لبلجيكا وما عرفت فين مشى، هادو تا هما غادي نفرت كل يوم الجقله. الوداد معروفه كتفرتك الجقله. واخا اخوان سيدريس الانصاري صديق ديالنا، مرحبا هشام الاخوان كاع ودادين، يا حساني اهلا وسهلا. الياس ها هو كاين كيدخل حساني كيدخل مع الياس خوت، مرحبا الياس خويا، مرحبا بك. اسامه جا، كي دايره اسامه؟ بخير، ايوا نتمنوا تكون بخير وعلى خير. اتصل بينا نتايا وتشجع الفريق كما شجعنا الرجاء في السوبر كوب، تشجعت انت الوداد ولو مره. المهم غير كنضحكوا مع السي اسامه الصديق ديالنا. سعيد البرنوسي، اهلا وسهلا الصديق والاخ ديالنا سعيد البرنوسي، من خيره الاساتذه اللي عندنا في امريكا ديال العلوم ديال الفيزياء. كنوجه ليه التحيه. سعيد البرنوسي عاشق ديما كيقول لي خصك دير شي برنامج على الرشاد البرنوسي، من طبيعه الحال غنديروا برنامج على الرشاد. اذا نبداو بسم الله. السي محسن، الجماهير الوداديه كتمشي وشفناها البارح، ودوزنا بعض الفيديوهات ديال، غادي نحاولوا ندوزوا بعد منها. انا ما كنتش كنتصور ان هذاك العدد ديال الجماهير يكون غادي تكون تقريبا على الاقل واحد 2000 ما بين 1500 و2000 ديال الجمار، اليس كذلك اخي محسن؟ هو اخويا كريم ان شاء الله غتكون حاضره واحد تقريبا ما يزيد على 2500 متفرج. اخويا كريم، اولا تنشكروا بعد الاداره وتنشكروا سعيد الناصري اللي بالتواصل ديالو وبالمجهودات ديالو ربما انه ربما الشركه هذا الخطوط الملكيه المغربيه انها دار رحلات خاصه غيكونوا ان شاء الله غدا، وغتكون العوده بعد نهايه المقابله للمغرب، وباتمنه للمناسبه 2000 تقريبا 2200 درهم اخويا كريم. وكم هذه الى حد ما الحق، وما عندكم شوف تفرجوا في الماتش ورجعوا لديوركم، ما عندكم ما ديروا في تونس، راه ما فيها والو. تفرجوا في الماتش ورجعوا، راه ما كاينش محسن من المغرب، انا كنقولها لكم من هنايا، راه المغرب بلاد الخير، راه ما كاينش محسن، راه ما عندهم ما يتكال. يلا سير اخويا محسن، بداو بسم الله. هو اخويا كريم، رغم هذيك الحمله ربما اللي بداتها الاداره ديال الترجي التونسي بانهم تعرضوا لاعتداءات هنا ونكروا الجميل ديال الجماهير الوداديه اللي استقبلتهم في المنازل ديالهم، ورغم التهديدات اللي في الصفحات ديال الانصار ديال الترجي، تنظن هذوك الاعمال الصبيانيه ربما ما غاديش تاثروا، مع عمرها ما تاثر في الجماهير الوداديه، لان الجماهير الوداديه الهم ديالها الوحيد هي المسانده ديال وداد الامه
هذه مساله. وكنظن اخويا كريم ان ان شاء الله راه غيكون حضور جماهيري كبير، غير هو اللي كنتمناو ان السلطات التونسيه يكون فعلا التعامل بالمثل وتعطيهم العدد اللي تعطى للجماهير ديال تشارجي. الجماهير ديال تشارجي حضرات واحد 2000 تقريبا، وتعطاها واحد المكان اللي يسع 6000 متفرج تقريبا، الثلثين ديال هذاك المكان. انا الخوف ديالي شفت بعض الفيديوهات وشفت اللايف دي من تيران، الخوف ديالي انه يعطوا الجمهور الودادي نفس المكان اللي كان اللي كانوا فيه فاش كانت غتوقع واحد المصيبه. وكنعرفوا راه شفنا تيران فيه بعض الشقوق وفيه بعض يعني مشاكل. انا الخوف ديالي هما غادي يعطيو مقلزين في واحد القنت. غادي نحط تصويره ان شاء الله باش نحدد المكان بالضبط، لان هذاك هو المكان اللي كان فاش كنا لعبنا في 2011، هذاك المكان اللي كان مخصص للودادين. اذا نتمنى يكون ما يكونش هذاك المكان، ولكن نتمنى. كمل السي محسن. خويا كريم هو هذاك المكان اللي هضرتي عليه هو اللي مخصص للجماهير الوداديه، يعني فوق المنصه، يعني في الطاج الثاني. هذاك هو المكان اللي غيخصو للجماهير الوداديه، لان كتعرف خويا كريم ان الجماهير التونسيه شويه جماهير اللي همجيه، يا ما نعموش ولكن ديال الترجي جماهير اللي همجيه، يعني حتى السلطات الامنيه متخوفه من الجماهير ديالهم، لذلك ما يقدروش يعطيو الجمهور ديال الوداد الفيراج او مكان اللي مثلا قريب من الملعب. اولا لانه ما غيبغيوش ان هذا التشجيعات ديال الجماهير الوداديه انها تبان بواحد الشكل كبير وتاثر على اللاعبين، هذه مساله. المساله الثانيه بما انهم غيخافوا على ديك الفوضى اللي غتنوض، لان هما معروفين اخويا كريم في المقابلات الكبيره كتنوض فوضى كبيره كيديروها الجماهير ديالهم، خاصه في لي فيراج اخويا كريم. اما المنطقه اللي هضرتي عليها ديال فيها شقوق فكنظن انها جات في الفيراج اخويا كريم، وربما ان هذيك غتعطى للتوانسه كنظن الجماهير التونسيه اللي غتجلس تما. على كل فاللي تنتمناه هو ان غير العدد اخويا كريم يخليوا العدد كامل يدخل، لان كما قلت لك تعطاهم هما واحد العدد اللي كبير هنا، والثلثين ديال المساحه اللي تعطاتهم بقات خاويه، غير باش الامن يوفر لهم كافه الظروف. رغم ذلك انهم بداو كيلوحوا القراعي وبداو كيستفزوا الجماهير المغربيه، والجماهير المغربيه ما مشاوش معاهم اخويا كريم، الجماهير الوداديه كانت حاضره ما بغاوش يمشيو معاهم في هذاك النطاق باش ما يخسروش المقابله، ولكن للاسف داروا هذاك الشيء، كانوا كيقلبوا على لي بريتكست يعني باش يخلقوا المشاكل والفتنه وهذا الشيء. ومنين مشاو لبلادهم راه يعني اللي في راسهم راه في راسهم كما يقال اخويا كريم، يعني الناس كتقلب على الصداع والاشياء التافهه وكتخلق حوايج اللي ربما ما كتيناش، وفي الاخر وربما وكيحاولوا انهم يشحنوا الجماهير ديالهم. ولكن كنظن ان شاء الله اخويا كريم، بغض النظر على هادشي كامل، فصراحه انا اللي عجبني اخويا كريم هو الحنكه ديال سعيد الناصري صراحه، لانه منين وقع هذاك الحادث ديال هذيك الاصابه ديال هذاك لا غنرجعوا لها هذاك الحادث. الا عندك المعلومات كامله نقولوها باش الناس اللي ما عارفينش اشنو وقع. نقولوا الحديث عندك جميع المعطيات السي محسن ولا رشيد؟ كاين جميع المعطيات اخويا كريم. يلا عاود لنا اشنو وقع. انا عارف ونخليك انت تعاود باش الناس حتى هما يستافدوا، والناس اللي ما عارفينش حتى هما يعرفوا. دابا هو اخويا كريم بعض الجماهير واحد نقدر نقول لك واحد بعض الجماهير الوداديه كانوا مستقرين في واحد الفندق تما. جاو جوج سيارات اخويا كريم، خرجوا منهم ثلاثه الاشخاص، منهم واحد اللي مسلح والباقي بقاو في السيارات، ودخلوا حتى للفندق. يعني حسب الاخبار اللي جايه من تما بان واحد فيهم كيعرف هذاك الفندق مزيان، كان خدام فيه، كيعرف الفندق ديجا يعني كيعرفوا المداخل والامور، يدخلوا منين يخرج. وتم الاعتداء على شخص من هذوك الجماهير المغربيه، يعني كان جاتو ضربه سكينه خويا كريم في الركبه، هدف الفخذ ديالو، يعني راه داير اربعه الغرزات. وحتى الاخوان على ما قالوا لنا تما ان رجال الامن باش يحضروا انهم تعطلوا. وفي الاخير منين تم اخبار ديال ربما البعثه ديال فريق الوداد، فالناصر اتصل بالسلطات المغربيه تما، السفاره المغربيه وداك الشيء، فراهم هضروا مع السلطات التونسيه وتم فتح تحقيق واستجمعوا اخويا كريم الضحيه، وتم القبض على ما تيقولوا هما، تم القبض على ذوك ثلاثه الاشخاص اللي كانوا بانوا في الكاميرا ديال لا شداتهم الكاميرا
شفتهم الكاميرا ديال لوطيل وتم القبض على هذوك ثلاثه اشخاص. دابا دابا هذاك الشخص الحمد لله ان الاصابه ما اصابه اللي ما غير بالغه يعني اضطر ولو انها كتسيء صراحه لهذاك الفريق اللي ربما صراحه حرام انه يكون فريق اللي ينتمي الى دوله عربيه ولا دوله مسلمه. اخويا كريم ومني مني كتسمع البريزيدون ديالهم السابق شيبوب كيقول هذيك الهضره يعني اش غادي ننتظر من الجمهور العادي مني بريزيدون ديالهم يعني كيتلفظ بهذاك الشيء اللي سمعنا وهذا نحشم انا نقول هذاك الشيء اللي قال قال لك كنا كنحكموا وكنديروا غندوزوا الصوت الفيديو ديالو يعني انسان الحياء مجرد من الحياء وانا كنعرفهم كيشحطوا رمضان ماشي كل شيء ولكن اغلبيه كيشحطوا ما كياكلوش رمضان علاش لانه ما كان ذاك الرئيس السابق ديالهم بو مهم هذاك اللي كان من قبل ديالهم زي العابدين لا 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 الاخر كان كيقول لهم حنا في الجهاد بورقيبه طالما حنا في الجهاد ما كاين لا صوم لا مليبيا وما عادي عندهم يعني ما يصوموا داك الشيء اذا هما مقطعين لاس كما كيقولوا ما عندهم اشكال في هاد الحوايج هادو اذا نعم وما كيحشموش والدعاره عندهم يعني موثقه يعني عندهم الحق يعني كاينين عندهم ديور ديال عادي داكشي عادي هذوك الحوايج زعما الاباحيه في كل شيء اذا لا تستغرب يعني انهم يهضروا بهذا الحوايج وهذا الشيء من زمان راه ماشي يلاه دابا نعم سيدي كريم هذاك الشيء عندهم مقنن على كل احنا ما تيهمناش هذاك الشيء اخويا كريم لا كيهمنا لان هذه الدوله اللي غادي نلعبوا معاها لانهم ما عطاوناش اتساع ما احترموناش حنا غادي نجبدوا لهم الوسخ ديالهم حتى الناس اللي ما كيعرفوهمش راه حتى هما في لاكارت ناسيونال كتلقى البنت الا كانت عاهره مكتوبه عندها عاهره انا باش نقولوا هاد الحوايج هادو كمل السي محسن خلينا اليوم غنتفرقع عليهم هو اخويا كريم الحاجه صراحه الحاجه اللي ما نقبلوهاش هو الطريقه باش هضر هذاك الرئيس السابق اللي ترجع على فريق على هذا على الرئيس الجامعه القشاع وكذلك الرئيس ديال لاكاف يعني قال لك انه بحال استعاي وكان كيسعى وكان كيدير على كل هذوك الهضره صراحه هذا الاسلوب اللي الاسلوب السيبياني صراحه انا ما على كل حشومه كاع نردوا عليه على كل المساله السيئه اخويا كريم والصعيبه هو انهم ان في برامج ديالهم اللي في الاذاعه هذا في القنوات الوطنيه ديالهم وطنيه واحد باش يتجرؤوا باش يتجرؤوا اخويا كريم ويجي واحد متخلف يجي يقول لك اخويا كريم ان الدرابو ديال الترشي اكبر من الدرابو ديال المغرب هذه البساله هذه البساله وصلنا حتى لهاد راه المغرب هو اللي كان كيحامي عليكم في عهد الاستعمار على السلاح ملي كانوا كيمشيو خلينا يعني هالحويج هادو وشوف شي تونس كلها راه قد كازا شي تونس كلها وهاد الحيحه وهاد حلال الفم وهاد الهضره وحنا وهادي وهذا وبرشا وداك التخربيق راه كلها قد كازا يعني ما فهمتي راه دوله صغيره ولكن فيهم حلال الفم شي مازال المصريين واخا كيهضروا ولكن لو فون ديالهم مزيانين الجزائريين لا عمرها دار خوتنا هادوك ولكن هاد التوانسه هادو را 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 كي را 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 ما كيحشموش را كيخافوا ما يحشموا كمل السي محسن كمل واخويا كريم راهم خوانا ربما الناس الشرفاء ديال المراد داروا ثوره باش ينقيو البلاد وداك الشيء وفي الاخر الخوانا هما اللي رجعوا ودابا ها هما كيطلوا كيسيروا في البلاد وربما كيهينوا ربما البلد اللي اشرف منهم اخويا كريم فعلى كل فتنظن انا غير على الصحافه المغربيه انها تعطيهم وترد لهم هذاك الشيء لان اخويا كريم ملي كنوصلوا للصوره ديال بانوا لي الصحافه داروا النفس وقطعوا ومشاو بانوا لي شي وحدين تما اليوم بانوا لي بزاف الناس كاع انا استغربت وبرافو للصحافه المغربيه وبرافو الاخوان ديالنا اللي كاع مشاو حقيقه كل واحد يعني بالهذا ولكن تبارك الله يعني واخا ما شفنا والو في التلفازه ولكن هما حاضرين واش يعني المهم حنا كنقولوا داكشي اللي كنشوفوا سير السي محسن سير اخويا الله يخرج هذه الحلقه بخير وعلى خير هو اخوي كريم صراحه انا اللي عجبني ربما في الندوه الصحفيه اللي دارت اليوم هو انهم كانوا حاضرين صراحه وجوه شابه وصراحه حتى الاسئله اللي طرحوا اسئله اللي معقوله خلينا من بعد هذوك ربما بين قوسين ما يصطلح عليه اعلامي ولا صحفي ولكن كي ربما كي اش نقول لك وتاد كاميني حافظ كاع السميات
اه وقال لك هذاك سميتو رازيل قندوزي، واخا سي كامين، وقع السميه ديال افريقيا عيسى حياته. هاد ستيفان كاميني عنده تصويره ديال عيسى حياته، كاع كاع الافارقه حافظهم. سير السي محسن كمل. وخويا كريم هو صراحه كانوا بعض الاسئله اللي صراحه في المكان ديالها، وفيها نوع من الاستفزاز للجانب التونسي، لدرجه ان حتى المسؤولي ديال الوداد اخويا كريم بكثره هذاك الظلم اللي تعرضوا له. واحد تونسي، واحد تونسي دخل معنا قال لك توانسه اشرف منكم، عزيز علي علي مرحبا، برشا برشا بونتو، برشا برشا في ال في ال في ال في البوطو بتاع الجول، برشا برشا بونت. الا كنتي تونسي، الا كنتي مغربي، راه خصك تدافع على المغربيه ديالنا، راه خصك تدافع على سبولك هذا. ولا كنتي تونسي مرحبا بك، ولا يعني الله يسهل عليك. حنا غادي نهضروا هذه الهضره باش غنهضروا خويا كريم، راه ربما ما نجاوبوش لانه يقدر يكون ما تعرفش شنو هو الشرف اخويا كريم. لا ما كيعرفش، انا كنقول لك داكشي اللي كاين، ملي كنقول لك داكشي اللي كاين راه هو اللي كاين. ايوا دونك ما كايناش نجاوبوه، نخليوه. كون كان كيعرف الشرف كون راهم كيحترموا الاسياد ديالهم، الناس اللي استقبلوهم في البيوت ديالهم وفي المنازل ديالهم، ووفروا لهم كافه وسائل الراحه باش يجيو يتسالوا في المغرب ويتفرجوا في المقابله ويتعاملوا بحال يتعاملوا معهم بهذيك الطريقه. راه تما راه غيبان واش كيعرفوا شنو هو الشرف ولا ما كيعرفوش اخويا كريم. فانا كنظن اخويا كريم على كل المساله اللي عجبتني هو الرد ديال فريق الوداد. شفنا حتى في هذاك الندوه الصحفيه اخويا كريم، اولا الندوه التقنيه اللي كدار، فاش كيتم ربما الاتفاق على الالوان ديال الاقمشه وداك الشيء، فتم هذا فريق الوداد غير عبد الله الابيض، وجابوا لهم القميص ديال اللاعب العملود، اللاعب اللي سجل، يعني ها انتم ها هو، يعني كوصمه عار، يعني واخا تشريو التحكيم وداك الشيء، ان شاء الله غدا فريق الوداد ان شاء الله غيفرحنا ان شاء الله اخويا كريم. واش شتي دابا هادشي راه الخلعه، راه هادشي كلهم راه فهمتي، راه هما لابريسيون عليهم، راه غاكي راه هادشي كلشي غادي يرجع عليهم. الحمد لله احنا يعني الوداد هادشي كله رباح، يعني حتى هاد الفينال هادي رباح، والحمد لله غادي نجيبوها باذن الله. انا عندي اليقين بان غادي يكون واحد الماتش مزيان، وغادي نجيبوا هاد الكاس هذا، راه هما اللي حريتهم حريره. اذا نمشيو عند سي رشيد، الا كان شي اضافه سي رشيد، سينو ناخذوا بعض لي ميساج اللي كاينين وما اكثرهم. وهي بالنسبه للمداخله اللي قال سي محسن، فهي كما كنقول لك ما خلى ميت قال، ولكن خاصنا نزيدوا الاكل على واحد القضيه. راه ملي كيكون على واحد الانسان واحد الضغط اللي كبير، كيحاول انه يصرفه في اي اتجاه، يقدر يخرج لك اشاعه، يقدر يدي اي حاجه باش يحاول انه فهمتي يصرف ذاك الضغط ويوجهه لك انت مباشره. شفنا ترجي الاخطاء اللي وقعوا فيها، لا في البلاغ اللي قدموا به الكاف، في اخطاء اللي بدائيه اللي فريق في هذا المستوى ما يقدرش يديره، مليء بالاخطاء وبالمغالطات لدرجه ان الكاف رفضوا. شفنا البلاغ اللي جا من الفيفا، اللي شفنا القرار اللي جا من الفيفا، والطريقه اللي عبر على الغضب ديالو والسخط ديالو في التعامل. شفنا كيفاش المسؤولين ديال الترجي تخلعوا بان اذا الفيفا مراقبه الامور راه مراقبه، راه ما كاينش زعما الخشونه. شفناهم كيفاش بغاو يبينوا حس النوايا ديالهم ملي استدعاو الحكم الايطالي كولينا وبعض الاشياء، وشفنا التصريح ديال كولينا اش قال على التحكيم. يعني كيف ما هاد الناس هادو خاصهم يعرفوا بان راه كره القدم تلعب في الميدان، راه ماشي غادي تلعب انت في المواقع او في بعض القنوات الاعلاميه. بالنسبه للصحفيين اللي مشاو لتونس، فانا كنشكرهم من هذا المنبر ماروك سبور 24. علاش؟ لان باش تسافر مع الوداد وتوقف على كل كبيره وصغيره، وواحد الصحفي اللي شفيق الزعراوي كنقدم ليه التحيه، فتواصل مع الاخ اللي تدرب وهو اللي قدم التضمينات، هو اللي دار الامور الكبرى باش يطمن الجمهور الودادي على لا تبارك الله عليه. شفيق كيقوم بواحد العمل جبار، تحيه ليه، العمل الكبير تحيه، والله ما كيدير، والله ما هو وحمزه الخلدي، والله الخدمه اللي كيديروا هادو ما كديرها الاذاعه الوطنيه كاع، انا نجمع كل شيء كاع. طبيعه حال السي كريم، من حمزه الخلدي على شفيق زعوي، ولا بزاف اشخاص
اللي كانوا مع الوداد. ما ننساوش عاوتاني الدور اللي قام به سعيد الناصري، عندنا واقف على كل كبيره وصغيره في المعسكر ديال الوداد من اول حاجه لاخر حاجه. يعني كيجي الملعب باللاعبين كيغادر هو الاخر، ما كيغادرش الا وكل لاعب دخل الغرفه ديالو. فتحيه لسعيد الناصري، ونتمنى ان شاء الله غدا بغض النظر على التصرفات التوانسه او السب والشتم وذوك التصرفات، وحتى طريقه الاستفزاز اللي خرجوا بها الصحافه خارج الملعب وخلاو التوانسه داخل الملعب. انا شفته في واحد اللايف ديال احد صح ديال شفيق الزهراوي اللي اكده هو صحفيين مغاربه، الامن التونسي خرج الصحفيين المغاربه بغا واحد رده فعل باش يصوروا ديك البراءه ديالهم انهم مظلومين وان المغاربه مشاغبين، ولكن الحكمه والرزانه ديال الصحافه المغربيه انهم خرجوا وريحوا في الدروج كيتسناو الوداد تكمل الحصه التدريبيه ديالها باش ياخذوا واحد الاستجوابات مع جميع اللاعبين. هذا الشيء اللي كاين حاليا في هذه النقطه، ونتمنى من الاخوان التوانسه انهم يبدلوا من التعامل ديالهم. راه 2019 هذه راه ماشي راه الناس كتشوف والعالم كيشوف، راه عيب اننا نبقاو نطيحوا في هذا الوسخ ديال التصرفات مع النماذج. واخا نجربوا شي غينقلب عليهم مستقبلا. واخا الاخوان اللي بغاو يتصلوا بنا غنجربوا اول مره في التاريخ، يلا ديروا معنا يديكم، حاولوا اول مره في اللايف غادي نحاولوا ناخذوا مكالمه ديال الواتساب فيديو. اذا الناس اللي باغين اللي بغى يبين الصوره ديالهم طبيعه الحال يعيط لينا فيديو، وغادي نحاول اننا ندخلوه معنا، يعني الجماهير الوداديه ندخلوها معنا في الفيديو. الى اللي بغى يهضر اوديو راه غادي ندوزو اوديو، اللي بغى يهضر فيديو راه غادي ندوزوه اوديو، ما كاينش اشكال. اذا في الواتساب حاولوا، والاخوان اللي قاع معنا في اللايف حاولوا تفاعلوا معنا وقولوا لنا المدن اللي نتوما فيها باش نتعرفوا عليكم وتعرفوا عليكم الاخوان ديالكم ونعرفوا الوداديين اللي كاينين في العالم باسره. اذا نبداو بسم الله. اذا الا كانوا شي مكالمه، ها الوافي هو الاول، مرحبا، نشوفوا الوافي الا بغى يصدق معاه واحد. ها هو الوافي، اهلا وسهلا الوافي. كل شيء مزيان، الاخوان الا كنتو كتسمعوه قولوها لي باش نشوفوا الطريقه هذه واش غادي تصدق، باش نشوفوا الوافي. كاينه كريم، راه الصوره كاينه. لا واش كتسمعوه؟ كنسمعو علينا وعليك السي الوافي، وحيحتي داك النهار وسبتي لنا النقاش وتميتي غادي هربان. راه كيسمعوك. الوافي الاخوان واش كتسمعوا ولا ما كتسمعوش؟ الا كنتو كتسمعوا الصوت ناقص، قال لك الصوت ناقص. وي شويه الصوت ناقص. واخا نحاولوا نزيدوا فيه، لان يعني الماكسيموم هو هذا. كنسمعوك. مرحبا. لعبوا لي مع الاعصاب ديالهم، وداك الشيء اللي دايروا راه حشومه، والله الا حشومه، بالله والله الا عيب. عم كبروا سبع اكويس بالشكل الوطيل وشتاك اللي كيعوموا وشتاك الشوجي دخلوا عندهم، جاو الطلبه يدخلوا للوطيل والوطن عارف كيف كيضرب بوانت، وجاو واحد ثلاثه واحد البراوس واحد خاين على الطلبه ديالهم ودخلوا، والسيد مليوح بغا يسجلوا لابيناس تاع ثلاثه مشيتي معاه الوافي. الاخوان الصوت ما كيتسمعش، الا ما كان الصوت كيتسمع قولوا لي الاخوان. قولوا لي شويه. يلا السي الوافي قول لنا اش كاين. كتسمعني؟ كنسمعك، انا كنسمعكم. شوف الاخوان واش كيسمعوك ولا لا.
صوت ضعيف، صوت صوت ضعيف بس صوت ضعيف. اذا نحاولوا ناخذوك في الواتساب عادي. المهم حاولنا اننا باش ندوزوك يعني صوت وصوره باش يتعرف عليك الجمهور. وي خويا الوافي. نعم بس كتسمعني دابا؟ واه كنسمعك انا ولكن هما ما كيسمعوكش. انا كنسمعك مزيان دابا. مزيان دابا مزيان قال لك دابا مزيان. يلا سيدي هضر اخويا. قول 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 اش عندك. انا غمد انا شوف انا غمد سبش عباد الله وقول لي قلتي. لا والله ما لا داك النهار كنت معصر شويه. لا صافي فات الله سبع ايام ديال المشماش وديال الكرموس فات دابا. لا لا وشوف الوافي راك عارف. شوف هادو راه ولادنا وخوتنا. راه شوف الا سبيناهم ولا هذا راه ما عندها حتى معنى. وهذا تسب مباشره. حاشا حاشا اسمح لي اسمح لي انا كنسنكر داك النهار سمعت داك المكالمه وداك اللي قلت كنسنكرو ما بقاش الحمد لله. والوافي راه عندك راه عندك الجمهور. عرفتي شحال ديال الناس كيسلموا عليك دابا ولا؟ راه عندك الجمهور وانت دايز في المباشر صوت وصوره. وسلم عليهم خير والرباح. واول مره في التاريخ اول مره في التاريخ كندوزوا عباد الله صوت وصوره. يا سير قول لهذوك هذوك اللي في الدفه الاخرى. تبارك الله عليك اخويا الوافي. اذا تحيه لك وتحيه اول مكالمه عندنا مع السي الوافي. اذا السي الوافي غنخليوك ولا عندي مكالمات بزاف. قول شي كلمه اخيره. جمعه مباركه عواش مبروكه. الله يلحقنا اللي 27 القدر ان شاء الله عنا على المسلمين جميعا. والتواصل الله يهديهم. ما هو تهدا الله يهديهم. ما بغاش يهديهم الله ياخذهم الحق. شي هادو غسبهم شي هادو غسبهم. ما الدنيا هانيه ولكن الدنيا لا. صافي صافي سيدي صافي. شوف خلينا دابا العواشر هادي خليهم يعطيونا اتساع. المهم شوف راه العام الجاي ان شاء الله راه غيجي وغادي. وشوف راه قال لك واحد المات الحق من الثاني اللي تيجيبك ليا. قول لك قول لي جايين ياك. وي غايجيو ان شاء الله وغادي نشوف وغاتعاملوا معاهم ديك المعامله ديال الخبط وديال الكراهيه وديال وغادي نوريهم هاي كيدير. نورو القباحه كيدير ديال الفيراج ديال البرايميزا وديال وتهلا وتهلا ليا في الوليدات العيد هذا. تهلا فيهم. بارك الله فيك. والله الله يصلح. سلم على مولاي الدار. تبارك الله عليك. بارك عواشر خويا الوافي. تبارك الله عليك. اي نعم. اذا الصديق ديالنا الوافي اللي كان معنا من الدار البيضاء صديق محب الفريق الاحمر. اذا مكالمه كانت مزيانه. الا كان الصوت مزيان مرحبا. حنا نتعرفوا على جميع الوداديين وعلى جميع الاخوان ديالنا. حنا بدينا واحد التقنيه جديده راه حنا هما الفري كما كيقولوا. ياك السي محسن وداكشي كاين ابو كريم. واه الشيء الاخر مدرح. اما راه الفري هو هذا. شوف راه ديما التقنيه جديده وديما الجديد. حنا كنخسروا شويه الفلوس باش نديروا الجديد. اذا نشوفوا واحد مكالمه اخرى. ناخذوا مكالمه ثانيه. نشوفوا اللي عنده الكونيكسيون مزيان. اذا ريتاما اتكونيكتا معنا. خصكم عندكم كونيكسيون مزيانه بغيتوا تدوزوا معنا. اذا الاخ عنده مشكل في الكونيكسيون. اذا حاولوا واخا نكملوا السي 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 محسن. هو خويا كريم الاخر ندوزو نقطة اخرى ولا نكملو في نفس السياق؟ وا سير ندوزو النقطة الاخرى. جماهير الودادية كتوافد هضرنا عليها. كل جمهور يعني خصهم الباسبورات. من ناحية الباسبورات كيفاش هاد القضية؟ هو خويا كريم هو خويا كريم هاد المسألة ولا متعامل بها حتى في 2017 فريق الوداد كيحاول ان مع الانديه اللي منين كيكون هو مدخل مثلا شي نادي اللي اجنبي فالجمهور ديالو كي الاخر يجبد الباسبور يعني كتعطى تذكره فابور يعني كيدخل مجانا للملعب. هادشي اللي كاين كيما هما منين جاو 14 خويا كريم دخلوا مجانا يعني اللي عنده باسبور تونسي راه دخل بغى يشجع الترجي راه دخل للتيران وفريق هذا الجمهور ديال الوداد راه نفس الشيء باش ما يوقعوش مشاكل. لان الا جاو جماهير مثلا جماهير التونسيه كون جاو مثلا يقطعوا ليبيا هنا في المغرب يقدر يكون احتكاك مع الجماهير المغربيه والعكس كذلك في تونس. لذلك فكنظن هذه المساله ولو كيديروها هادو المسؤولين عن الانديه وكتجنبهم الكثير من المشاكل اخويا كامل.
إذن بالنسبة للدخول يعني الباسبور طبيعة الحال والدخول بالمجان كما درنا معهم تاهما نفس الشيء، هذا الشيء يعني معروف ومتداول في الـ في الـ في الـ في الملاعب الإفريقية. إذن واخا نمشيو للناصري، بالنسبة للناصري كل يسهر على كل كبيرة وصغيرة، هضرنا فيها بعجلة ونقدروا نفسروا هاد الحوايج هادو. تفضل اخويا رشيد تفضل. وسعيد النصيري حنا كنعرفوه ملي كيدير شي حاجه كيدير شي حاجه بين عيني راه كيوصليها، وانا كيبان ليا التركيز اللي داير السي سعيد النصيري فاكيد انه ما غيمشيش خاوي ان شاء الله. وان شاء الله حنا عارف سعيد النصيري كون ما كانش عارف والامور غادي تكون بهذيك الطريقه اللي فيها شويه الضغوطات، فالتواجد ديالو في الملعب الى جانب اللاعبين في الفندق ولا في الطائره ولا في اي مكان يحيد لهم ذاك الضغط ويجعلهم انهم يكونوا مرتاحين. احنا كنعرفوا الاستفزازات اللي قدروا يعملوا دوك الناس الى ما كانش معاك الرئيس ديال الفريق ديالك. الحمد لله الناصيري عرف كيفاش يخرج اللاعبين ديالو ويخليهم مركزين فقط على اللقاء. وهو قال لهم انا واحد الطرح ديالو قال لهم انا مولف الدق، نتمنى غير اللاعبين يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. فهذا الشيء اللي كاين وسي سعيد النصيري له من الخبره والحنكه اللي يخليه انه هذا اللقاء هذا ما يستمد منه لا حق لا باطل. وان شاء الله بوجود النصيري وبوجود عدد كبير من الصحفيين، بوجود واحد العدد اللي ديال الجماهير اللي مشى من جميع بقاع العالم لحضره تونس، فلا خوف على الوداد في وجود هاد الناس كاملين ان شاء الله. ان شاء الله واخا هو خويا كريم انا كنظن كما قلت لك ان الناصري بدا كياخذ الخبره الافريقيه مع التنقلات ديالو مع فريق الوداد. فاش شفنا خويا كريم قبل ما تلعب المقابله ديال الذهاب فكان مشى وكان ريزيرف لوطيل في المنطقه اللي بعيده على الضوضاء وعلى الصداع، وكذلك انه الشاب الاخر كان عنده هذا دي كونتاكت مع السلطات المغربيه يعني وزاره الخارجيه وكذلك السفاره المغربيه، لانه عرف لان الماتشات ديالنا مع الانديه التونسيه راه كتعرف اخويا كريم خاصه هذا الفريق الترجي كيكون كتعرف الاستفزازات ديالهم، فكان ربما كان دار خطوات استباقيه باش يتفادى كافه المشاكل. وكنشوفوا ان اخويا كريم ان من بعد المقابله راه شفنا الطريقه باش قبل ما هذا من بعد المقابله ديال الذهاب اللي تعبت في الرباط، فشفنا انه كان عنده تواصل مع السلطات كافه السلطات المغربيه ومنها هذا الخطوط الملكيه المغربيه باش توفر رحلات خاصه للجماهير الوداديه بتمينه مناسبه. وكنظن هذه الامور حتى في التنقل ديال الطائره الخاصه خويا كريم انها هبطات ربما في المكان المخصص للحجاج، يعني كانت مناوره من اخويا كريم تفاديا لهذاك الاستفزاز ديال الصحفي، لان كان هنالك صحفيين تونسيين كيسينو الطائره ديال فريق الوداد، وتقدر وممكن تكون هنالك استفزازات وكذلك اسئله اللي ربما تقدر تخرج الفريق من التركيز ديالو. فتنظن اخويا كريم ان كافه الامور ربما ان الناصري كان موجدها، فتيبقى اللي تيبقى دابا ان شاء الله هو ان الدور ديال اللاعبين واللاعبين حتى في التصريح ديالهم في الندوه الصحفيه لا ديال موسانداو ولا ديال النصير اخويا كريم راه قال لك حنا غنموتوا في التيران، وهذا الشيء اللي قلنا اخويا كريم جينا اللعابه كيما الجمهور كيموت على الفريق ديالو حتى اللاعبين يموتوا وتيبقى التوفيق من عند الله. يعني الا كشفنا هذاك واخا نشوف واحد المكالمه معنا ونكملوا كمل ام حسين، بانت لي عنده مشكل ديال الكونيكسيون صديق ديالنا اللي اتصل بنا كمل. قلت لك اخويا كريم ان الناصري وفق وكذلك المكتب ديالو الناس اللي معاه وفروا كافه الظروف لفريق الوداد كافه الظروف ديال الراحه، يعني دابا اللي باقي هو ان شاء الله هذيك الكاس نجيبوها للمغرب اخويا كريم، لان صراحه هذوك اللاعبين ربما صراحه ضحاوا وعانوا معاناه كثيره، لان كنعرفوا ليفيكتيف ديال الوداد محدود، وهذوك اللعابه كلاو العصا اخويا كريم الحداد والكرتي يعني 5 سنين وهما تيلعبوا اخويا كريم، يعني ما كانش عندهم دي شونجمون لعابه اللي يقدروا انهم يهزوا عليهم شويه الضغط، ولكن كنتمنى انهم ربما يختموا هذا الموسم ان شاء الله بعصبه الابطال الافريقيه والبطوله الوطنيه اخويا كريم. واخا سي محسن السلام عليكم، معنا جعفر من دار البيضاء، اهلا وسهلا.
السلام عليكم. اي كريم، كي داير؟ كلشي بخير؟ الو، بخير. كنسمعوك اخويا، مرحبا. كي داير محسن رشيد؟ كلشي مزيانين؟ كلشي بخير، كلهم كي الله يبارك فيك. راك يسمعوك. الله يبارك فيك. شكرا خويا جعفر، الله يحفظك. شكرا، الحمد لله. المهم راه كيف ما شفتوا، الحمد لله راه كاينين الناس يا الناس هناك راه خدامين. بالنسبه لداكشي اللي وقع الدراري راه الحمد لله هما بخير دابا، وهذوك راه كيما بوسط اخي كريم، راه بكريم راه خدام معنا تا هو مزيان. تحيه لبكريم اللي داير داكشي اللي ما داروش الاعلام ديالنا. بارك الله فيك اخويا جعفر، تبارك الله عليك، بارك الله فيك، شكرا، الله يجازيك بخير. انا كنقول لك راك عارف كنهضرني انا بدون لغه خشبه، انا اللي كيبقى فيا الحال. هما شي ناس كيهضروا على الميركاتو، كيهضروا على شي حوايج، والوداد يعني احسن ما كاين دابا في يعني الا بغينا بالنسبه لافريقيا راه احسن ما كاين العرس، يعني المقابله المهمه في العام كامل هو هذا، يعني حوايج اخرين نهضروا فيهم من بعد ميركاتو هذا وفرق اخرى مساكن تا هما. الحمد لله انا معاك، الحمد لله. تغطيه راه كاينه، راه الناس راه كتقول راه من كندا ومن امريكان ومن النرويج وما عارفين. الحمد لله ربي كريم، الله يعطيك الصحه على هذا الشيء، والله العظيم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اللي كتشوف اللي كتكون هذاك ديك المواكبه راه قبيله، راه كنطاكي كنت كتجاوب، راه داكشي عجبني والله العظيم. وداك الشيء سير لوسون. في البلاصه ما كاينش في البلاصه. في البلاصه ما كاينش. لا انا اللي شوف، انا كنجاوب واخا بعض الاخوان الله يجازيهم بخير، ولكن بعض المرات راه فوق طاقتك لا تلام، راه كتجيني مئات ديال هذا باش كل واحد تجاوبه وكل واحد تهضر معاه. راه ماشي ساهل. واخا خويا جعفر، اش ظهر لك؟ شتي اليوم الوصول ديال الوداد؟ اش ظهر لك؟ كاين عندك شي اخبار؟ راه كنعرف انت عندك خويرات. وانا بالنسبه لي انت ومحسن وخي رشيد، انا راه تشكيله تقريبا راه كاينه، ولكن انا ما نقولهاش هنا حيت كريم. بغيت تقترح هذا الشيء وحدين، راه كيجيو عندنا هنا. مرحبا، شكون عندك في اللايف؟ مرحبا، كيجيو شي وحدين في الطيارات في اللايف، رحب بهم. تاهما رحب بهم. شكون هما؟ كيشوف واحد من الخبيرات من اللايف عندك. انا عارف الدنيا هانيه. شوف حنا ما شوف حنا الحمد لله القلب الكبير، الدنيا هانيه. راه كيجيو كيديروا، راه كيديروا دي كونط، كيبدلوا السميات وكيدخلوا، وكاين اللي كيدير كاع سميه الدريه كاع، وانت غادير سميتك. انا راه مبروكيك، ما والو، الدنيا هانيه، ما كاينش مشكل. كريم، 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 ما كاين مشكل. وي ماشي كريم، نقولوا الاخ جعفر. قول لي راك اسمع. جعفر، نقول لك واحد القضيه، حنايا حبسنا الاخبار ديال الميركاتو حيت عارفين حنايا صحاب بيكولي موجودين، فحنا ركزنا ما غادي نعرف حتى خبر على الانتدابات او الميركاتو حتى سالي البطوله تتوج الوداد. وهذاك هذاك 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 شروق مسكين سرستوه، ندم على النهار الاول اللي جاوه في التليفون. ندم واش غيجي جابو، واش غيمشي جابو. واش جابو راه غيكون نهار الثلاث غيكون حاضر في خريبه. يلا نعطيه لكم هذا، راه غيكون في التيران. انا غنعيط انا للشروق كل نهار، كل يومين ثلاث ايام نعيط للشروق نقول ليه واش غيجي جابو، واش هادي، واش هذا هو هذا هذه الصحافه. سير اخويا، سير على بركه الله. ماشي كمل المداخله، كمل اخويا جعفر، كمل المداخله البسيطه. سير اخويا بسيطه. الانتدابات راه عيب انك تهضر على الانتدابات في الفريق مقبل على واحد اللقاء اللي مصيري اللي كيهم كاع المغاربه. راه شويه الفراشيد احنا كان الفكر ديالنا اننا نناقشوا اللقاء نناقشوا جميع الجوانب ديال لقاءات الوداد الرياضي مع الترجي، نناقشوا كامل اخبار الانتدابات وداك الشيء. احنا عارفين الاخبار، عارفين المصادر ديالنا اللي كتعطينا الاخبار، واي خبر قلناه وتكلمنا عليه راه طلع صحيح، يعني ماشي كذوب. وحتى الاثمنه اللي عطيناهم بعض الصفقات اللي بعيده على فريقنا فهي طلعت صحيحه، يعني هنا كتبان المصداقيه ديال العمل ديالنا. هادشي اللي غنقولوه. اما باش غنبقى نتسلل ونسرق خبر ونكوبي ونفصلوا عليا انا، هادشي ما لا يشربنا. واخا سي تفضل. سي جعفر، سي جعفر تفضل اخويا، تفضل. سي المهم غادي نعطي واحد السبيش تكنيك. كنا تكلمنا البارح انا وياك ومحسن، بالنسبه لمحسن كان تكلم لي على مسكيني. انا مسكيني راه ما كنتش نلعب في لالي، مسكيني كنت نلعب في الروتور، وكانوا لي بوست بين يعقوبي والمسكيني، راه كان الشعباني حير بيناتهم. مسكيني المهم مسكيني راه زاد ولا في الميديو،
ولا غيلعب غادي يماري به بلاصه سعد بكير. وبالنسبه لا ديفونس يعقوبي ولا غيلعب في لا ديفونس. المهم هذه في التكنيك ديالهم كما قلنا راه قال بو محسن في اللايف البارح راهما راه ما غاديين شي ما غاديين شي راه 4 4 2 ديك ديك 4 4 2 ديالهم ديك ديال ايطاليا راك عارف هما متشبعين بالثقافه الايطاليه وتكون هكا كانوا متشبعين بكل شيء ايطاليان ومدرحين مدرحين واه حنا اللي بقينا كنقولوا لهم حقا راه كتلعبوا بحال الطاليان هما يفرحوا مساكن ورد الله يهديك اش من طاليان الله يهديك وبزاف عليهم وبزاف عليهم الطاليان الله يهديك وتا الماكله مساكن تا الماكله ما عندهم كيجوا المحلابات عندنا كيفرحوا مساكن كيجيبوا البنان شوفوا كريم كريم خويا جعفر هضر معاه هضر معاه ها هو هو اللي تيقني خويا جعفر غير انا هذاك المسكيني المسكيني كنظن كيلعب كيلعب اريير در ولا لا غيلعبوا ميليو لكن... بلاصه بكير دابا غيلعبوا ميليو حتى انا شفتو غير في المقابله ديال الموسم هذا اللي فات كان ضد الاهلي وكذلك بعض المقابلات كيلعب 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 حيت ما عندوش لوش دابا فهمتي معملي ولكن عندي سؤال ما عندوش لوش واحد اللي يعقوب غيلعب ولا غيلعب دي ميسون ولا غيلعب ولا غيلعب ولا ستوب لا ولكن سعد بكير يقدر يلعب في الميليو اخويا يلعب لهم هو صانع اللعب راه ممكن البارح راه ما يغونطانيش ليك سعد بكير ما يلعبش 90 ما كيلعبش 90 ولكن هو متفق معك هو فيزيكمون ضعيف هو متفق متفق معك ولكن ما تعرف هو ما غايديرش لو جو فهمتيني يا با محسن هو ما باغاش يدير لو جو باغا يدير تفرجتي في الماتش كونتر تي بي مازين لا راه تفرجت اخويا جعفر دابا هو المشكل فين عنده دابا المشكل عنده كما قلتي البارح راه كوليبالي وفرانكون ما كيمشيو ما كيكملوهاش يلعبوا لك الوسط يغيروا الوسط ولكن ما يكملوهاش ما عندهمش ما نو سون با تري ديسيزيف حتى المهم اللي غنقول لك علينا حنا الوسط غادي يكون عامر المهم الوسط غادي يكون عامر عقلتي على المغرب وتونس 2006 شو جعفر خويا ممكن رأيك. ممكن كاينه واحد لا بوسيبيليتي اخرى عرفتي شنو هي الا كان هذاك اللاعب الليبي الا كان ما اذا كان برا ممكن يلعبوا ميلي اوفونسيف عندك الصح هذاك راه الشيء اللي قلت انا حمدي الهوني اذا كان واجد ممكن يلعب ميلي اوفونسيف هنا خويا باقي عنده الشيء اللي دخل هنا عندنا هنا ديك كيلكو ميليت اللي لعب باقي ما واجدش لا هو تا هو ما يكونش واجد عرفتي تا هو مبليسي تا هو واحد الكلام نسيت ما وقفتهاش ليكم ديال الجريدي راه وقفوه ولكن الا مبليسي حيت ما قدروش يبريباريو التروازيام جول ديالو ما قدروش يوجدوه نفس ثانيا ما قدرش يكون موجود تخلع الجريدي راه لاعب ولكن عنده ان بليستور راك عارف حنا بغينا الناهير يكون في نهاره عادل الانوار قال لك الطاليان ديال الشينوا مدرح بدرح طارق لاعب اللي غادي يقلب الدفاع هو اليعقوبي هو اللي كاين طارق عنده تا هو طارق بن زياد تحيه لطارق من نيويورك تا هو متبع الاحداث تحيه لي إذن سي محسن كمل اخويا باش نعطيو التشكيله لان بزاف الناس كيقولوا التشكيله ما تشكيله غنقولوا التشكيله المرتقبه المحتمله إذن كنهضروا على التشكيله ديال الترجي كنفصلوا فيها ومن بعد غندوزوا هذا كمل اخويا جعفر ولا محسن ولا قول لنا محسن قول نهضروا على التشكيله ديال الترجي راه نهضروا عليها يلا كيما قال لك كيما قال خويا جعفر كيما قال لك راه غيكون الغارديا رامي الجريدي اخويا كريم راه كيدير دي فوت صراحه طريقه باش كيمشي للكره راه يعني كيدير دي فوت اللي ديال دي غارديان اللي يلاه بادين كره راه العام اللي فات في الدوري ديما الغارديان ازارد ديما الطريقه باش كيشد البالون راه بحال داك البيت اللي تمارك عليه من كورنين ديال بريميرو اغوستو راه حشومه تمارك على الغارديان المحتال مزيان حنا هادشي اللي بغينا حنا هادشي اللي بغينا حنا واسي محسن واش انت معانا ولا مع ولا مع الغزواني والله يهديك واش حنا غنقولوا لهم ومزيانه لينا حنايا
يطيح. انا بغيت كل كره يطلع يخرج فيها يحطها يحطها ال يماركيوها. وكاين اخويا كريم عندهم اللاكس ديال ديفونس راه تقال، لا خالد شمال ولا اليعقوبي لعاب اللي تقال، ويعني يعني حتى هذاك الدوادي ولو كان تقيل وداك الشيء، ولكن اللاعب اللي كيحط البالون ولعاب اللي في الكرات العاليه قوي. فتنظن اخويا كريم ربما لا ديفونس ديالهم غتكون زعما بخونابل زعما ان شاء الله، اذا كانوا الدراري في الطوب ان شاء الله ممكن ان الحداد ولا كان خاصه الكرشي في الطوب صراحه يقدروا يعذبهم، لان الماتش اللي فات اللي خلى لي زارير ديالهم شويه كانوا مزيانين للدرباري ولا اللاعب الاخر ذاك ايمن بن محمد، هو ان لا الميديو ديال الوداد كان ضعيف، يعني الحداد كان ديما تي ربما كيرجع له هذاك كوليبالي وترجع له حتى لارير دروا ولا لاكوش داك الشيء باش يعذب. اما ماشي الا كان الكرتشي والسعيدي وان شاء الله جبران في الطوب، يعني يعطيو دي بالون للحداد يعطيوهم زعما واحد ضد واحد اخويا كريم ومع تشيلا متيسع، فتنظن ان شاء الله الحداد غير ان شاء الله يكون واجد فيزيكمو كامل، لا هو لا ونجم وكذلك الكرتشي ان شاء الله اخويا كريم. الاخ واثق من نفسه، واثق من نفسه، قال لك انا كنقول حسوني رسمي والله اعلم. خويا شنقول لك انا صراحه كناسه كريم لا ما كاينش، واه هو هادشي اللي قال ماشي انا، هذا واثق من نفسه، واثق من نفسه. عرفت شو كريم نكملوا غير التشكيله ديال الترجي. عندك عندك لي كاستور ديالهم راه باينين كوليبالي وعندك فرانكوم، وعندك قدامهم اما غيكون سعد بقير ولا غيكون الهوني بدرجه اقل، لان ما كنظنش واش يلعب 90 دقيقه لانه ما كيلعبش لا هو الخميسي لانهم كانوا مقاولين وصعيب يعطيهم 90 دقيقه. وكاين كيما قلت يا خويا جعفر ممكن مسكين انه يلعب في الميليو باش يعمر الميليو ديالو. هو اللي كان في لونترينمون مزيان، هو اللي بغى يغامر به تما، حيت عندك صح هو بوليفار هو اللي كان كيلعب حدا مره، كان كيلعب حدا الدرباري كيما قلتي، مره كان كيلعب في لاريير، غير دابا هو ما عندوش اللي يكون الاوتور مع كوليبالي وفرانكوم، حيت بقير غنبقاو ندوزو غيدير لنا شارع تما غيبقى يدوز الكرسي الراس ما كاينش غير يشبعو، حيت هو خايف من الوسط ديال الوداد، مع هنا الناس عندنا قدامين كيطرفوا لهم المعلومات كيقولوا لهم راه الوسط غيكون مبدل، هذا ماناش خايف هو. وبالنسبه لبابو حسين البلوك ديالهم راه غيكون با ما غيكونش او ديفونسيف، شي خويا جعفر نقدر نختلف معك غير بدرجه اقل، علاش؟ يقدر يدير غير يدير واحد البلو، عرفتي علاش؟ ما يقدرش يزجو بزاف لانه غيقدر يتهم قدام الجمهور ديالو، فهمتيني؟ هو غيديفوندي ولكن يقدر يدير بلوك كما تنقولوا ميديان، يعني ما غيكونش نازل بزاف وما غيكونش طالع، يعني اخويا جعفر يقدر يلعب معك بالسيستم ديال الميطه الاولى في الرباط، يعني بلوك متوسط ثقه بطاقه يلعب في الميليو، فهمتي؟ لانه هو واحد انا اللي غتقول لك مهتم غيكون الميليو بلا ديفونس ديالهم غيكونوا مقاربين ولكن ما غيكونوش نازلين بزاف جهه الكره، ولا على هذه اللي غيحي ديال لوتو الشعلة اللي غياخذها من البلوك ديفونسيف وغيدور بها يلعبها ما كاينش، لا غير يقدروا يلعبوا لا هو الشيء واحد مساله اخويا جعفر، دابا ما نساوش ان لي سباس ديال تيران ديال راديس تيران اللي متيسع كبير شويه بحال الشيء عندك بروفيسيونيل، يعني ملي كيكون تيران بحال هكا كبير راه واخا دير بلوك نازل غيكونوا مساحات، يعني غتكون مساحات لا غيكونوا مساحات من بلوك نازل، علاش؟ لان بلوك نازل راه حيت هما شنو دابا هما عرفتي شي بلاطاسيون باش لعبوا في رابا هما باغيين يتسناونا حنا قال لك هادو غادي نقلبوا على البيت، فهمتيني؟ هو باغي يتسنى ويخلي لينا دوك يخلي لينا هو لعب على البلايلي والبدري، اش كيقول؟ مع هما فاش كانوا داروا التحليل انا شفت التحليل ديالهم وداروا لهم الشوالي، فهمتيني؟ حيت الشوالي كيعز عليه طارق، وهو دابا ما عارفينش النهائي فين غيلعب، هذا هو المشكل اللي عندهم، ما عارفينش واش النهائي اللي غيلعب في قلب الدفاع ولا جبران، وشي وحدين كيقولوا لهم راه السعيدي، فهمتيني اخويا محسن؟ لا فهمتك مزيان، خليهم يبقاو يمشيو دايخين، راه دايخين هما دابا راه غتشوفوا ان شاء الله ملي غادي يبدا الماتش، راه ضروري الشعباني ملي غيشوف الحطه ملي غيشوفنا كيفاش محطوطين راه عيط على خليل تمام والدربالي، عقل محسن على هاد الاكسيون هادي.
كي غندخلو غيعيط عليهم يدوي معاهم بجوده حيت خاصو تيشوف اشنو محطوط عادي يعطي لي كونتين باش الشمام حيت هما دابا هذا الشمام اللي كيعطي لابوي لاطاك الا كان ناهيري في بلاصتو ما غيطلعش كيف ما قلت يا محسن داك النهار اش قلنا حنايا قلنا حنا دوك الاجنحه ديالنا اخويا خويا جعفر غير واحد القضيه دابا الشمام ما بقاوش كيلعبوا اريير دابا مع اللاج وداكشي وما عندهم مشكل ديال ديفونسور ديال لاج ولا كيلعب في لاج ديال لا ديفونس دابا الشمام ما بقاش كيلعب اريير هادشي اللي ولا كي راه عرفت حيت معاك كبر شويه وكملوا لنا التشكيله كملوا لنا التشكيله راه الناس كيسولوا على التشكيله شو خويا كريم انا نشوفو تقريبا ب 95% غيكون الجريدي غيكون هذا اليعقوبي مع الشمام في لاج ديال ديفونس ديال الترجي غيكون الدربالي اريير دروا وغيكون بن ايمن بن محمد اريير غوش غيكون هذا في الميليو ريكيبيراتور غيكون كوليبالي وغيكون مع فرانكون غيكون قدامه وهنا في كاين اشكال ربما سعد بدير بنسبه كبيره اللي يقدر يكون انا بالنسبه لي ممكن المساكني كما قال السي جعفر وبالنسبه لليزيري ديالهم راه البلايلي والخنيسي غيكونوا لا البلايلي هو هذا والبدري والمهاجم غيقدر يكون هذاك النيجيري اللي لعب الماتش ديال لالي لان بحال اقتنعوا به شويه هو اللي بلا بريباري على الخليسي عندك الصح محسن حيت الخليسي باقي ما ركبش السي جعفر راه محسن راه عنده الصح كتقولي عندك الصح راه عار عنده الصح في كل شيء وعار وقاري صواري واخويا كانوا كنستافدوا من الاخوان بحال جعفر لا تبارك الله عليكم والله الا برافو عليكم بجوج تبارك الله عليكم انا هاد الجوج هاد التوانسه انا ما بغاوش تحفظوا لي كاع السميات ديالهم تاهم هو اخويا كريم عندك الوداد راه الوداد تقريبا واحد 95% راه يلا قول لي الوداد راه الناس كيسول على التشكيله الاخوان اللي معنا في اللايف اللي كيصيفطوا لنا الميساج الله يجزيكم بخير حاولوا تصيفطوا لنا المدن اللي نتوما فيها سي محسن بالنسبه للتشكيله ديال الوداد هو اخويا كريم راه تشكناوتي عندك لاكس ديال ديفونس غيكون ناهيري وغيكون كومارا عندك لاريير دروا غيكون نوصيل لاريير غوش غيكون العملود الميليو تيرا غيكون السعيدي و الاخر وجبران وقدامهم غيكون الكرشي غيكون ليزيري ديال الوداد راه معروفين الحداد وناجم الا ما كانش شي مفاجاه دخل او ممكن ولا شي غزوي ولكن شي غزوي ما نضوش شي قمر بانه فيزيكمون ما واجدش ولكن بالنسبه لا كبيره صعيب باش لا صعيب يقدر يدخل في ميطا في الاخر ولا شي حاجه على كل وكاين لا ميطا وكنظن المهاجم غيكون مطبقون تقريبا بنسبه كبيره لان لا المترجي ولا الحسوني ما تيقنعوش في لو بوست ديال المهاجم وكنظن الحل الوحيد اللي كاين هو باباتوندي اذا غادي يلعب بنفس الطريقه غير التغيير ديال ناهيري اللي هو اضطراري كما قلت بالنسبه طيب محتمل غيكون مترجي في باباتوندي. انت قلتي مترجي. ممكن. ايوا نشوفو. مترجي في باباتوندي، ما ديماريش باباتوندي. لأن المشكل دابا ديال باباتوندي ما يقدرش يكمل لك الماتش. هذا هو المشكل ديال باباتوندي. هذا هو المشكل. على عرف محسن. دابا حنا. ويخويا. نقول لكم حنا واحد المعلومة حصرية غتقال في هذا الشيء. الوداد. الحمد لله دابا ملي حيد الضغط هذا راه ريكيبيرا والوداد كما كنعرفوا سيغ لو بلون في الفيزيك حنا من احسن النوادي في افريقيا فيزيكم لوقتين وان كرون سالو اناناس نابي اللي خدمته تبارك الله عليه انا كنعتبره من احسن لي بريباراتور فيزيك في افريقيا لونغاجمون فيزيك ديال الوقت والريتم اللي غتلعب به الماتش غيكون عالي بزاف وهنا كاين غادي تكون خصهم يرفعوا الايقاع خصهم يرفعوا الايقاع الا بغاو هذا راه خصهم يهزوا الايقاع صح اخو الكريم راه هما تقال راه الترجي تقال صافي الا هزيتي شتي الا لعبوا بحال اللعب ديال سان داونز وهزيتي الايقاع صافي يعني ممكن كاع يمشيو معاك ميطا 60 دقيقه ماكسيموم ولكن خاصك دابا لي زوكازيون خاصك لي زوكازيون اللي جاوك ما خاصكش تفلتهم لان ما غيكونوش بزاف لا خويا جعفر دابا هاد المثال اللي هضرتي عليه ديال المناف متفق معاك شي راه كون جاو عليا مناف يسنيو لي كونطرا مع الوداد هذا الحياه لان فيه التحق لانه ضحى هذه
يا اخويا لانه كيستاهل، لانه صراحه كيضحي من اجل الوداد بغض النظر على انه تيتخلص ولا ما تيتخلصش ولا خدمته هذه، ولكن السيد كيضحي. هذه مساله الاولى. المساله الثانيه اخويا، غير بغيت نقول لك دابا المشكل ديال الوداد هو ان دابا هذوك لي بليسيو اللي عند الحداد وناجم والعملود، لانه ما عندوش ريتم ديال الماتشات، كتخاف اللي يلعبوا بريتم عالي بزاف يقدروا يتصابوا لك. راه لاحظتي العملود في الماتش ديال سان داونز الالي، الماتش ديال الترجي، الماتش ديال 85 وقف عندك الصح. وقف شوف علاش جا شد بو محسن، الى لعبنا حنا في هذه الحطه اللي حطيتي، هذه التشكيله اللي حطيتي، الى خلينا لي بلوك ديالنا واقفين مزيان وخلينا الدراري ما نلحناهمش بحال الحداد يرجع يريد السيري ولا ناجم يرجع يريد السيري، يبقى غير في بلاصتو ما يرجعش من ورا التيران، كون على اليقين. الى هزينا الريتم على الترجي راه غتشوفوا بحال رباط 25 دقيقه الاخرى في رباط الترجي وقفات، واش كاين شي محسن ولا لا؟ لا متفق معك اخويا، غير 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 هادشي شنو خصنا اخويا جعفر؟ خاص الدراري ديال لا ديفونس ديال لا ديفونس كاملين، يعني ما يعذبوش الدراري، ما يخليوش دي بالون يضربوا في الظهر ديالهم، يخليهم يرجعوا ريكيبيريو معاهم، يخليهم في بلايصهم، يعني خاص ما يرجعش الحداد لا ديفونس بحال لي ريبلي مع كما كان كيوقع ليه مع كادارين، كان كيلعب الحداد غير 60 دقيقة يعاونوا، كان كيرجع يعاونوا، كيعاونوا ديما مع عمود، راك شتي شنو كاين؟ كيهلك دابا المشكل اخويا جعفر، خاص غير كيما قلت لك دابا الكوره اللي كيضربوا في الظهر، يعني الكوره اللي تضرب في الظهر خاصها تلعب سهله ترجع للكارديو وتبنى الكوره، يعني باش الدراري ما يتخخوش، ما يبقاوش يرجعوا حتى للدار ويدافعوا يعاونوا في الفريق، باش ما تخليهمش يطلعوا بحال الكوره بحال اللعابه بحال غنلعبوا حنا، يعني في نص التيران ديالهم وما نرجعوش ما يمشوش يضربوا لنا كوره ويجرونا ان شاء الله. يلا عندك الصح، هذا هو الضغط العالي. وقول لنا كلمه اخيره السي جعفر، راه الناس كيعيطوا كيقول لك راه صعيب نقولوا ديما ان شاء الله راه مربوحه، خصكم معنا انت يا فلو، وندخلوك معنا انت يا في سميتو باش تكون معنا في اللايف ان شاء الله الى عندك الوقت ان شاء الله. مرحبا بك مربوحه ان شاء الله، جل واحد ان شاء الله، مرحبا ان شاء الله. وغادي غنديروا ان بري غروند بريستاسيون في رادس، احنا معروفين راه كنلعبوا في رادس مزيان، وان شاء الله غادي يكون على الخير، وان شاء الله مربوحه، وان شاء الله نجيبوا الاميره نجيبوا الكازا ان شاء الله، ونجيبوا المغرب ويفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله. ان شاء الله خويا جعفر تبارك الله عليك. عرفتي اخويا جعفر، عرفتي شكون اللي عطاني امل كبير اخويا جعفر؟ هو ملي سمع التصريح اليوم في الندوه الصحفيه ديال النصير ولا ديال مصنده، وقال لك غنموتوا في التيران، غيموتوا في التيران الدراري كلهم واصلهم. شتي هضرتكم، واش نقول لكم واحد الحاجه با كريم وبا محسن، شاد اللايف هذا راه فاهم بزاف 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 حوايج. حنا كنحاولوا مع خوتنا حتى حنا نبداو الراي ديالنا، ونعطيكم فرصه انت نتوما وكل شيء اللي بغى يساهم مرحبا. تبارك الله عليكم، شكرا. والله الا واصل مزيان. المهم غطيتي بعدا انت غطيتي، وبالنسبه حتى لواحد هنا كنوجه واحد الشكر لعادل العماري حتى هو، ومن غير جماعة الطيف، من غير هادو راه الإعلام كامل ديال المغرب راني عاد شي ناقص. وراه ويد جعفر بيني وبينك راه وداديين والله العظيم كاين رصد، وي حنا راه عارفين الانتماء ديالهم، سي نورمال عادي العمري راه خويا، هذاك الشيء اللي كاين، هذاك راه ديالنا، أنا راك عارف أنا راه حدا الزراوي غورغون، راه كلشي تما، راه كلشي وداد تما، أنا راه قريت بن خلدون أنا، راه قريت احداك تما بالخور. خويا كريم شوف، بغض النظر على ودادي ولا ماشي ودادي، راه الناس التوانسه راه كيسيئوا للكره بالقدم الوطنيه والرايه ديالنا، يعني واخا ما تكونش ودادي راه خاصك تكون ضد التوانسه. واه من طبيعه الحال، واه هما شوف دابا هما كيبغيو يبروفوكيو باي حاجه، بحال شي واحد مني كيبقى يتناقر معاك ومني كيتسالاو ليه التناقير وكيتسالى المعيور، كيبدا يعيلك في والديك ولا يبدا يعيلك في شي حوايج، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. حنا ما غنطيحوش في اهم حاجه، هو غدا ان شاء الله لاكوب غادي نرجعو صافي هادي، وكاين شي ناس غادي يتفرقعوا لهم النواضر ديالهم، غادي يتفرقعوا لهم الى ان شاء الله الوداد جاب الكوب. ناري عاوتاني ناري 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 ناري، غتفرتك تما وغتفرتك عندنا. المهم الله يخلي هادشي حتى لغدا ان شاء الله، يا ربي في هاد الوقيته هادي غندير اللايف غدا، يا ربي غندير اللايف هادي ويكون الكوب عندنا ان شاء الله، يا ربي يا ربي ادعوا معنا يا ربي. الله يسر الامور خويا جعفر، تبارك الله عليك، ادوما ان شاء الله. كنعاود نشكركم على هذا المجهود، شكرا الله يجزيك بخير، وهذا الاقتناص ديال المعلومه اللي فيه حرف انا بزاف ديال خاي كريم، وبالنسبه للتحليل خاي محسن عنده تبارك الله واحد التحليل اللي زوين
ديال لي غران جوار ديال الناس اللي عندهم راه لعب كره محسن راه لعب كره سي نورمال والسي رشيد حتى هو طبيعه الحال ديال رشيد حتى هو راه ملي راه عنده الميركاتو هو مسيو ميركاتو كنقول لي رشيد حيدو هادو نحيدو نهار الثلاث ان شاء الله جوج نجمات غيطلعوا هاد السيمانه وديك الساعه نهضروا نكملوا الهضره ان شاء الله تبارك الله راه داكشي كيتطبع راه كلشي كيتطبع راه كنخدم درب غلف راه بداو كيطبعوا الدراري تبارك الله غلف راه ثلاثه الفوق جوج ان شاء الله ان شاء الله سير ترك عارف تبارك الله عليك اخويا جعفر وكنشكركم بزاف تبارك الله عليك اخويا خوتي بزاف وديما وداد وراه ان واي بي دي ان واي بي دي NYPD خويا جعفر NYPD براد الله يعاونك تبارك الله عليك خويا تبارك الله عليكم السلام عليكم صديق ديالنا جعفر من الدار البيضاء كان عايش في الميريكان وهذا الوداد هي اللي رجعته للبلاد باش كيعرفوا يعرفوا الناس هضر الوداد خلاته يرجع الحب ديال الواك هو اللي خلاه يرجع للبلاد اذا الاخوان اللي سي رشيد الا كان شي امكانيه نقراو بعض لي ميساج راه الاخوان ديالنا الميساجات كثار كريم عبد ايوا ماشي مشكل نحاولوا لان هذا ما عندنا ما نديروا قراو لان الاخوان غنجبد واحد التصويره انا اللي خالعني في هذا الشيء هو ذاك الحكم الزومبي اللي في الفار بغيت ناخذ الراي ديالكم ما يقدرش السي كريم لان الفيفا والكاف كلهم كي ما يقدرش يدير هو هذا اللي خالعني هذا راس طرومبيه هذا هو حطيت التصويره ديالو هنا هذا هو اللي خالعني هذا راس لافوكا هذاك الحكم الزامبي المسؤول على التقنيه ديال الاياب مع الوداد نعترجي في الفار هو اللي خالعني كمل وي قرا بعد الميساج ونهضروا في هذا الموضوع هذا بلاتي ناخذوا السي بن يحيى معنا وحاول تقرا بعد الميساج واخا نحيدوا غير شي حاجه السي ستيفان كاميني قال قام على السي بن يحيى كيدوزوا بسرعه زهير الدراوي قال لك هو من تريبيت نافع رضوان قال لك راه الحرب غيكون كشكش الركراكي العلودي عادل السلطان حشومه محسن رشيد ما يكونوش خدامين الرياضيه جوج هاربين على دوك المحللين شكرا خويا نتسنى طارق بن زياد تشكيل الترجي الجريدي الدربالي اليعقوبي شمام بن محمد كومبولي بالي سعد بكير البدري البليلي طه الخميسي ودادين وحسني حسني ما فهمتش علاش ما عندك صو في التعليق تقدر نكتبوا لك غير اسماء المدن ودادي رشيدي وو هولندا ديما وداد وو راه خاصهم يلعبوا الكره في الارض رشيد باري ديما وداد هشام المفتي مترجي رسمي ان شاء الله بابون دي يدخل في الدقيقه 50 الركراكي العلودي الركراكي العلودي بطوله رجاويه عطي العصير العلودي من الصويره مرحبا بالناس ديال الصويره مرحبا ولكن البطوله راه وداديه اسمح لي هذا العام بطوله وداديه ممكن العام الجاي ممكن الراجا ولكن هذا العام راه وداديه كمل اخويا كمل الركراكي أو نعود هذه الميساجات اللي فيهم كفيدة نورواك نوردين منافيس الجنسية المغربية عطيهم بلاصتو شي 100 واحد من أصحاب الجنسيات المختلفة هومي إلياس فاندون في حاجة هادوك أخويا نوردين راه عندهم باسبورات بزاف عندهم داكشي ديال جيمس بوند عندهم باسبورات بزاف كل دولة عنده فيها باسبور ماشي مشكلة أخويا نوردين ودادين يحسن ما لاحظتش بلي الاخوان ملي كيحتاك بحال هكا كيولي اللايف طويل ودادي راه هولندا الحق النجد واشنطن بارك مبارك السلام عليكم ورحمه الله جد جلال دامي من الدار البيضاء حمد داودي من ان شاء الله واثق من نفسي ملي تقدم في المغرب ويصبح اكس مساند الكريك عرفوا فرحتوا لنا راسنا الخوت ديال الرجاء الله يهديكم مبارك ديما وداد مربوحة إن شاء الله جلال الدامي كيبان لي سعيد صدوق حتى هو هومي إلياس يابين صنع ربيع معلم الركراكي معلم الركراكي علودي قال لك كاس ديال الترجي معلم الله يلا معلم راك واعر آمين
نور الدين بنادم خاصو يكون مغربي اولا ويدافع على سمعه الكره الوطنيه. خويا عبد الحق تبارك الله عليك. الخوانه واثق منك في صافي فوت علينا. زهير الدراوي ان شاء الله خويا كريم مربوحه ان شاء الله ديما بركان. جيب لي ايكارد ايكاردي اراشيد لوين. والله خويا ما كنا نجيبوا احسن لاعبين في العالم الولاد ولكن الغالب الله اثق منك في بركه من ضياع الوقت. راشيد بدادي خويا كريم راه كاين شي ناس غادي ينعتب كري ان شاء الله. وقتك من قال جعفر وخليكم تكملوا الصيام تكملوا صيامكم وكملوا غير الصيام وكملوا العشر الاواخر. عادل انوار قال لك تعود نياغرا. رشيد باري ديما ويداد. الله يا ودي نياغرا نياغرا اش من نياغرا ونياغرا ديما ويداد راك عارف. هشام هشام المفتي قال لك نصير فلاش الاذاعه التونسيه الاولى. قالوا لي ما تخافش من اللعب امام ستينا الف متفرج. قال لهم الا كنتم كتابعونا احنا راه نلعبوا امام 40 60 الف متفرج غير فقط. عطاهم العصير شي داك العصير فين هو داك العصير ديال الركراكي رجاوي الركراكي رجاوي هذاك العصير عطاه اليوم نصير عطاه التوانسه. اسلام اسراء كازابلانكا الاميره وداديه ان شاء الله. صفات كاميني حكم ممتازه ان شاء الله. عبد الحق النجدي الوداد خاصهم يلعبوا لا انا كان هذا اللي خايف من هذا الزامبي انا هذا هو اللي خايف منه نياغارا والكويك مي اللي سليوطيو راك عارف اخويا عبد الحق. شوف هادو راه ما يعرفوش هادشي والله ما يعرفوا هادشي شي هذاك الرجاوي اللي كيهضر دابا هذاك الكراكي والله الا عرف هذا القنت اللي قلتي انت نياغارا والكويك انا نتحداه الا ونتحداه الا عرف لا شوب ويلي راه شوب راه دربنا نتحداه الا عرف يكتب نياغارا نتحداه. حسام الهادي من طنجة تحية لخوتي كريم ومحسن برنامج بالنسبة لي للودادية الأحرار كنستافدوا بزاف معاكم تونسنا معاكم في هذا رمضان بصراحة ديما وداد مربوحة إن شاء الله. ودادي رشيد الرشدي هادي نديرو بلاصتي بلافوكا نورتين نونو رجا مبروك مسبقا للواق. يوسف ادم تحيه وداديه من بريكسل الله يسرنا يا ربي. ودادين يحساني جاني كازوي كان موقف من الكاف بتهمه ارتشاء يكون رئيسي لفريق في البار موسى بوكنتار تحيه لجميع الوداديين. عبد الحق النجدي عبد الحق واشنطن ديما وداد الله يديك السر كراكي العلودي. طيفان كاميني تحية السب يحيى من باريس. ودادي راشيدي خويا كريم ما كاينير الوداد. كريم الداس ديما وداد. هشام صال حية عبد الحق النجدي الله يحفظ كريم. باي باي اخويا الركراكي مشيت يا اخويا مشيتي فيها صافي مشيتي اخويا. ودادين حساني راه خاصكم تقراو الميس حاجات حتى ملي كثروش ويصعب عليك تقراوهم. هشام صال وكريم الحسن صدقي كاس الوداد اللي واثق من نفس الكاس الوداد ولو بالدم المهم الفوز الوداد. صالح واخا وقف شويه خذ النفس ديالك اخويا خذ النفس ديالك. نرحبوا بسي بن يحيى من باريس. سي بن يحيى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي كريم مساء الخير. وغاسمح لينا علينا شويه ديال الضغط احنا احنا بحال دوك شوف السي بن يحيى اسمح لينا احنا بحال دوك الاذاعات الكبار زعما راه علينا الضغط اخويا بن يحيى. ايوا مرحبا نقول لك المخبرات الغربية ان شاء الله الكل ان شاء الله غادي يتجند لنا في فريق غادي يكون الضغط وما ادرك اكثر من الضغط لان مقابلات الغد مقابلات قمه مقابلات نهايه تاع عصبه الابطال ولهذا طاليان معنا محمد. نعم معنا اصحاب طاليان خويا محمد القارات الخمس افتاوي كريم اينما وجدوا المغاربه الاحرار يا بينوا لي الوداديين هالطاليان كاين الطاليان كاين تورونتو كندا مرحبا بكم. كمل اخويا بن يحيى كمل. قلت لك يعني اينما وجدوا المغاربه في القارات الخمس فما عليهم الا ان يكونوا كرجل واحد يوم الغد وراء فريق الوداد لان فريق الوداد يمثل المملكه المغربيه قبل ان يمثل الوداد الرياضي البيضاوي ولهذا احنا كلنا وداديون كلنا مغاربه يوم الغد ان شاء الله وعندنا اليقين ان فريق الوداد ان شاء الله غادي يعود باللقب لان ماشي لما فريق الترجي ماشي فريق اللي غادي
غادي يرعبنا، والعكس غادي نرعبوه في بلاده، وغادي نردو لهم يعني كما يقولوا مكياج مكيالين. وان شاء الله غادي ورا ماشي اول مره الفرق المغربيه كترجع متوجه من ذلك الملعب، راه سبق للمغرب الفاسي، سبق للرجاء، سبق سي منيح يا ستيفان. نعم. كاميني قال لك عطينا الاخبار ديال رولون غاروس. واش سي منيح واش ستيفان كامي واش عندك ما يدار؟ واخا لي دابا نشجعوا يوسف ادم من بلجيكا بروكسل، مرحبا. نشوفوا المانيا، عبد الحق، نشوفوا الاخوان اللي كيصيفطوا، وزان اسماعيل الزوزي، وزان مرحبا، مي امريكا، ايت الحسن، ايت الحسن، روما، ولد الوداد من روما، طاليان حاضره، صحاب الطاليان، ايت الحسن امريكا، فين في الميريكان قول لينا. وارزازات، شفت وارزازات، شفت وارزازات، كمل اخويا بني كمل. اوكي سي كاميني يقول لك غير واحد المفاجاه اليوم، يمكن في واحد الفرنسي مغبار يمكن خرجوا واحد الرقم جوج ولا نتاع رولان غاروس، ولكن الان احنا عندنا اهتمام كبير وكبير مقابله الغد، وبعد مقابله الغد ان شاء الله بعد ما يتوج الوداد غادي نتطرقوا لمسائل الاخرى. وكما قلت لك على المغاربة العالم يوم الغد ان شاء الله سيكون كل مجند وراء فريق الوداد، لان فريق الوداد يوم الغد ان شاء الله سيدخل كرة القدم المغربية الى تتويج جديد تاريخ ان شاء الله، وسيأتي بالكأس الى الخزينة. اهلا وسهلا بالناس ديال قلميم، ناس مزيانين، الله يعمرها دار عبد العالي الويدادي، هذا دليل ان المغاربة محمدية مهمة. كما قلت لك ان دليل ان المغاربه من طنجه للقويره هم يساندون فريق الوداد، يساندون فريق المغربي الودادي، ولهذا على جميع المغاربه في هذه الليله الدعاء للفريق وللاعبين، وان شاء الله باش ندوا عدم ذاك الحارس اللي غادي يكون عبد الحق نجدي ودادي. نعم هو تيران درب لوبيله لعبت فيها اخويا عبد الحق. سير اخويا بنيحي سير، اسمح لي راه كنتفاعل مع الناس. الحارس الاحتياطي اللي غادي يدخل تاع فريق الترجي التونسي عنده يعني يقول لك في المقابله اللي كنت تحت الاضواء الكاشفه ما عندوش واحد الرؤيه كيلقى مشاكل في الرؤيه، وخاصه في الكرات العاليه، ولهذا اللي نستغل هذه الفرصه باش وحتى من القذافات من بعيد ما يقدرش يتصدى لهم. وان شاء الله ان يوم الغد سيكون وناجم وسيكون حداد في نهارهم ان شاء الله، وغادي وخاصة الدفاع على الفريق الترجي التونسي كما يعرف الجميع الدفاع يعني عنده بطء كبير وثقيل، وحنا عندنا هاد اللاعبين يعني سريعين وان شاء الله يكونوا في نهارهم، وباش غادي ان شاء الله يهزوا لنا الشباك مره ومرتين او ثلاث، وغادي في هذا الوقت بالضبط ان شاء الله يوم الغد غادي تكون فرحه عارمه في 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 المدن المغربيه وفي خارج المدن المغربيه وفي في كل مناطق العالم، لان فريق الوداد عنده انصار في كل مكان، ونتمنى ان شاء الله يوم الغد غادي تكون واحد الفرحه كبيره وكبيره وكبيره. ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو السي بن يحيى، تبارك الله عليك، شكرا لك. عادي السلطان من ميدلت، درب لوبيله خويا عبد الحق، قريت هذا الميساج، تحيه وداديه من مع 80 واخا. حسن خويا كريم كاس وداديه، طارق بن زياد، انتم من زرعتم العنصريه. اخويا الله يا ودي، حنا ما عندناش بيننا وبين وداد كره القدم. ما تعلم الكدر الصحه والتعليم والشغل والتوزيع العادل للثروات. خلينا في الكره اخويا، خلينا في الكره. شوف كل واحد غادي يتعلق من كراوعه كما كيقولوا. سلام حميد فيرونا، مي وي وي فيرونا، مدينة جميلة جدا. سي بن يحيى كمل اخويا. نعم كما قلت لك الجماهير البركانية ستساند فريق الوداد يعني بقلب وقالب غدا ان شاء الله، وان شاء الله ما فرطناش به نحن في النهايه، والكل كان يعلم حتى ان حتى الحكم كان يعني مسؤول في ذيك الهزيمه، ولكن ان شاء الله الوداد تعوضنا يعني بهذا الكاس. ونحيي حتى الجماهير البركاني اللي دات واحد الاستقبال كبير وكبير كبير جدا للفريق البركاني، رغم يعني ان ما فازوش ولكن داروا لهم استقبال الابطال، وخاصه برافو عليهم، برافو عليهم، ابطال بدينا ديال 100000
وكدي كوب دي ترون تلعب فينال، وشفنا يعني التحكيم، وشفنا هذه المعطيات كامله وصلت الفينال، راه انجاز، راه خصهم يديروا لهم فوق حفل، خصهم يديروا لهم اكثر من داكشي. وان شاء الله غادي ترجع تيزنيت، احمد الشهب من تيزنيت، الله يا ودي تيزنيت مدينه جميله، الناس ديال تيزنيت الله عمرها هذا، يعني بركان مدينه صغيره ديال 100,000، اصغر من درب السلطان، وقدرات انها توصل للفينال، وانها ديك كوب دي ترون، وانك العالم كله كيهضر عليها، يعني اش بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ راه برافو برافو. لا صراحه يعني الجمهور كان في المستوى، وحمل على الاكتاف العشير اللي كان ضيع ضربه الجزاء، هنا كتبان ان نضج هذا الجمهور البركاني كان في المستوى الجميل، يعني ورغم ان ضربه الجزاء هي ضربه حظ، ولكن رفعوها على الاكتاف، وكان بكاء نتاعو يعني خارق للعاده بعد ما شاف ذلك الاستقبال. وهذه هي سنه كره القدم، واحنا عائدون الى افريقيا اقوى واقوى في المستقبل القريب ان شاء الله، وان شاء الله الفرحه الكبيره غادي تكون غد، يعني يوم الغد، ويكون تتويج الوداد يعني اللي يفرحونا، وبعد ذلك سنتجه الى القاهره من اجل الظفر بكاس افريقيا للمره الثانيه. نساليو هذا الاسبوع هذا، وراك ليا البطوله، نساليو غدا بعدا نجيبو هذا الكوب هذا ان شاء الله، ونعطيو عصير لهذاك خونا، وان شاء الله نهار الثلاث ناخذوا ديك البطوله تاع هي، وديك الساعه احنا مع المنتخب ان شاء الله باذن الله. غتراتوبيه ان شاء الله. واليوم السي كريم شفت واحد المقابله اليوم، شفت الفيديو اللي صيفطتي لي، المدن الفرنسيه دايرين كاس افريقيا للفرق المشاركه، يعني الجاليات العربيه والافريقيه. برافو برافو، شفت هذاك الفيديو، راه غنحطو في لاباج. برافو وشكرا على لا فيديو. فريمون شفت واحد الجمهور مغربي، يعني واحد الحماس كان تشاهد الفريق الوطني المغربي. حنا ما حسيناش ان حتى الافطار كان مر عليه الوقت حوالي نص ساعه، يعني بقينا حتى لنهايه المقابله بعد ما تاهل المنتخب المغربي لمدينه كريتي على حساب الفريق الجزائري في الاخير بضربه الجزاء، وكان واحد الحفل كبير، وكان يعني النشاط الوطني قبل المقابله، يعني كانك تشاهد مقابله المنتخب المغربي في ملعب محمد الله. تبارك الله عليك، شفت هذاك الفيديو غنحطه في ماروك سبور 24، غادي نحطوه في لاباج باش يشوفوه جميع الاخوان، وهذا الشيء اللي بغينا، هادوما الحوايج اللي بغينا، هادوما اللي بتي الحوايج اللي فعلا يعني كيفرحوا كي والله العظيم، ملي كتشوف شي حوايج بحال هادوك كنفرحوا. ولا نعود لهذا الحدث اللي ان شاء الله غادي نحيدوا، خلينا نحيدوا غير هذا الشيء، حيد نجيبوا هذا الكوب هذا ثقيله شويه، هذا الكوب علينا ثقيله، غنجيبوها نحطوها ان شاء الله ونقادوها مزيان، نديروا واحد فيترينا، وديك الساعه راه قال الصيف كله ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. المهم تحيه لك، تبارك الله عليك السي بني حيا، وشكرا للمستمعين المغاربه اينما وجدوا داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا، تبارك الله عليك، كيقولوا لك تحيه السي بني حيا، السي عبد الرحيم السعادله، والسي كاميني، وتحيه عبد الرحيم، السي زهير، كاع الاخوان كلهم كيحيوك السي بني حيا، توحشناك، وخصك تجي معنا انت، يا دير معنا التشويش، نشوشو شويه ان شاء الله، نجي ان شاء الله نفرحوا غدا ان شاء الله. ان شاء الله غدا ان شاء الله غنديروا واحد لايف مطول، غنبقاو فيه 6 سوايع، حنا ما خاصين والو، تيجريو علينا، حنا غادي نكون فرحتين يوم الغد، ان شاء الله ان شاء الله، وفرحه فوز ان شاء الله ان شاء الله، من هنا نمشيو للجامع ان شاء الله. تبارك الله سي بن يحيى، ان شاء الله، شكرا لكم الله، الى اللقاء. تبارك الله عليك سي بن يحيى، الصديق ديالنا من باريس. عبد الحق جوال من السلام خويا من صخيرات العصبه الوداديه، الله يا ودي صخيرات حتى هي، كاع المدن يعني كلهم زوينين تبارك الله، المغرب ديالنا والله حتى زوين، رانا 28 عام وانا في امريكا، راه المغرب راه ما كاينش احسن منه، اي حقيقه خص شويه الخدمه، شويه هذا، شويه هاد المسؤولين حتى هما يتحركوا شي شويه، والرياضه هي تتحرك، ويبنيو تيرانات، ويديروا يعني ديال الباسكيت، ديال الفولي، يديروا مسابيح، راه عندنا الامكانيات باش نديروا هاد الحوايج، هذا راه ماشي غير الكره، راه كاينين امكانيات لهاد وليداتنا حتى هما، باش حتى هاد وليداتنا حتى هما يستافدوا شويه، والمغاربه الله عمر دار بصراحه، يستاهلوا كل الخير، ولكن المغرب راه بلد جميل
وجميل جدا. انا ما خليت تقد ولكن راه ما كاينش بحال المغرب والحنين ديال الوطن. نشوفوا السي عبد الرحيم توحشنا. الو السلام عليكم السي عبد الرحيم. السلام عليكم بكري بخير. وا كي داير؟ اخبرتي علينا؟ راه شفتك مع صحاب غريبه واصحاب البغرير. راه شفتك قبيله مع صحاب الغريبه واصحاب البغرير. هاد اصحاب البغرير واصحاب المسمن. مي مي سير اخويا عبد الرحيم فين غبرتي؟ مي مي واه مع الوقت راه ديما كنشارك معكم في اللايف. اه قبيله كنتي شادين شادنا الكرونو وفينكم؟ ولا 10 ونص باقي ما بديتوش. كنا كن تعطلت لا كنا كنصاوبوا واحد. بغيت انا نعود ندخل معايا عباد الله في الواتساب يدوزوا صوت وصوره. داكشي علاش كنصاوب واحد البروغرام والحمد لله بعدا داز معنا الوافي داز معنا صوت وصوره. ان شاء الله الاخوان تاهما ان شاء الله مستقبلا يدوزوا معنا صوت وصوره. يا قول لي يا سي عبد الرحيم اش عندك؟ اولا تحيه لك تحيه سي بن حيا وتحيه للسي محسن والدراري رشيد والدراري كاع اللي معك تمايا. تحيه لجميع المستمعين تمايا صالح من تونات وسي كاميني والدراري كاملين اللي داخلين تمايا تحيه لهم. وغدا ان شاء الله المقابله حنا كنتمنوا الخير ان شاء الله والوداد البيضاء ان شاء الله تجيب لنا الكاس. وهذا كل الامل ديالنا على الحساب على فريق الوداد البيضاوي. وكنتمنوا اللاعبين يكونوا في المستوى الكبير وكنظن ان خاص ستيفن زرطي في ذاك تقريبا هذاك الربع ساعه ولا ثلث ساعه الاولى خاصنا ما نتلقاوش شي هدف لان الترجي غيدخلوا هذاك الضغط الجماهير وغيلعبوا على سميتو غيلعبوا على سميتو غيلعبوا نقولوا واحد الضغط كبير غيقعوا على الوداد البيضاوي. خاص الوداد البيضاوي يمتص ذاك الضغط ويلعب بأربعة مع جوج باش يحصن وسط الميدان باش الكرة ما توصلش الدفاع بكثرة. وكنظن أن التشكيلة اللي خاصها تلعب راه غتكون مع التغييرات غتكون في لاكسيرا غتكون عندنا التغييرات لأن أشرف داري ما كاينش. أظن أن التكناوتي هو حالي الرسمي راه بدون نقاش في اللي منه صاير وفي اليسر ناهيري وفي اللاكس إما كومارا والسعيدي اما كومارا وجبران اما كومارا والناهيري اما كومارا العمرو. دار الاختيار غيبقى هذا المدرب البنزرتي. وفي سميتو في وسط الميدان خاصو يلعب اربعه اللاعبين يلعب بالسعيدي وجبران والكارتي وبابا توندي. وفي الهجوم اما يلعب اوناجم والحداد اما اوناجم والمترجي اما الحداد والمترجي يلعب بجوج المهاجمين الخصر اللي كانوا سراع يستغلوا يلعبوا على الكونتر اتاك في ذاك تقريبا الشوط الاول. اما الشوط الثاني راه نلعبوا الكل للكل. يا سي عبد الرحيم كمل. انا كنتفق مع كلام سي عبد الرحيم. انت كتفق مع عبد الرحيم واخا سي عبد الرحيم؟ نعم اكيد تفق معك. رشيد وي دابا الاغلبيه غيتفقوا معايا. بلاد يسير واحد الاذاعه خاصه تسمعوا بالكبار تسميلو مودي مسكين ولا قلت لك بحال هكا قال لي تبارك الله قال لي هادشي اللي قلتي قال لي راه خاص هو اللي يكون واحد الاذاعه خاصه تسمعوا ويلا قال لي هادشي اللي قلتي كامل قال خاصو يكون. قلت لي راه ضروري هذا راه بين سميتو راه بنادم راه من خارج اللعب مقابل نهائي ولاعب برا راه الفريق راه الخصم راه يبغي يمارك عليك باي وسيله خصوصا في ديك ربع ساعه. دابا خاص اللاعبين كيمتصوا ذاك الغضب كما كنقولوا واحد الغضب تكون واحد العاصفه وخاصك تعرف كيفاش تجاري تخرج من ديك العاصفه بسلام من غير تستانس بالوقت وبالملعب وبالضغط الجماهيري وتدخل المقابله كما كنقولوا تدخل المقابله تنسى داك الشيء. هذيك الساعه غتفتح لك الباب وكتزعم واللاعبين كيزعموا. معقوله وراس نعم السي محسن. هو اولا تنحيوا السي عبد الرحيم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه اخويا كريم انا تنظن نقدر نختلف معاه الا سمح لي. تنظن ان الفريق ديال الترجي ما غيديرش هذاك الضغط الكلي في هذيك ربع ساعه على شي ماربي. فتنظن غيبقى كنظن انا غيبقى يجير ولو الضغط ديال الجمهور وداك الشيء غيبقى يجير في الماتش ديالو يعني غيهاجم بطريقه متوازنه. ما تنظنش ان الترجي غيبدا وغيضغط ضغط كلي على فريق الوداد. هذه مساله بالنسبه للعملود اولا بالنسبه لجبران وكذلك السعيدي. ما تنظنش يكونوا في اللاكس ديال لا ديفونس. انا اللي كنظن بنسبه كبيره يقدر يكون ناهيري الا ما كانتش شي مفاجاه. وبالنسبه للهجوم راه غيكون الحداد ونجم وغيكون بابا طوندي اولا يقدر كما قال السي جعفر يكون المترجي وبابا طوندي يدخل في الدوزيام ميطا. ولكن غالبا انا كنظن اخويا كريم ان بابا طوندي غيقدر يكون رسمي وغيكون التشكيل كما كان ديال الذهاب. ربما الفرق الوحيد غيكون ناهيري بلاصه داري وكذلك غيكون جبران كلاعب رسمي. هادشي اللي كيبان لي وتفضل السي عبد الرحيم. وشكرا اخويا عبد الرحيم على التحيه اللي وجهتي لنا اخويا عبد الرحيم. تبارك الله الحاج موكي.
واسي كريم وي واستاذ محسن ديما خرجوا الجلف، حنا كنشرقوا هو تيغرب ومزيان راه هادشي اللي بغينا، حنا راه بغينا شي كيشرق شي كيغرب، حنا راه بغينا نرونوه باش التوانسه باش الا كان معنا شي تونسي هنايا ما يعرف ما يعرف منين يجي، هادشي اللي بغينا حنا. وي دابا دابا انا عزيز عليا دابا هاد الاختلاف في 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 الاراء راه مزيان، انا عزيز عليا بنادم اللي كينتقدني راه ماشي بنادم اللي كنقول له كيشكر باش تقول له وانت واخا انت راه عندك عين ثاقبه ولا دابا لا دابا خدت منه الضريبه بحال انا قلت مثلا الكلام دابا الاخ محسن هز منه واحد 50% ولا 60% ولكن دابا شوف واحد القضيه السي عبد الرحيم السي عبد الرحيم دابا ما نقدروش حنا نهضروا معاكم لانك نتوما بجوجكم لعبتوا كره، محسن لعب كره وانت حتى لعبتي كره ولعبتي كره مستوى عالي وانت هداف، يعني نتوما يعني تقنيا نتوما اللي غادي تفهموا، انا خليتكم نتوما كتهضروا، قول لي انت علاش ما مخابش معاه وهذاك الشيء اللي كنقول لك دابا حنا نعاود لك انا بحال هذا الماتش دابا حنا كنقولوا للاعبين مثلا ماشي دوار ولا مع شي فرقه من المدينه اللي كنمشيوهم ما كيجيو عندنا، حنا راه عارفين اللاعب ديالنا حنا راه كنسيطروا من الاول كنسيطروا عليهم من الاول كدير لا بريسيون هذا من المدينه سلط ما كنخرجوا هذو من المدينه ولا شي دوار اخر ما كتعرفش ارضيه الملعب ما كتعرفش كيفاش لعبهم كيفاش داير، خاصك تستانس معاهم وتتلعب ممكن كتحسن الدفاع تحسن وسط الميدان الهجوم كتلعب بواحد قلب هجوم الكونتراتاك كيكون شويه قليل ولكن ما كتستانس بديك الثلث ساعه ولا ربع ساعه ولا شوط الاول كتقراهم وكتحفظهم كتولي تلعب معاهم 100% كتولي عادي صافي كتدخل في الاجواء هذا المراوغ اللي كيلعب اللي كيراوغ بزاف هذا شكون المهاجم خطير عاد شكون هذا هو كره القدم كره القدم راه قراءه ماشي اجي ولعب كره القدم راه قرايه راه ماشي غاجي كريم نعم سيدي كريم هو غير اللي بغيت نقول لعبد الرحيم دابا عبد الرحيم هما كيعرفونا مزيان وحنا كنعرفوهم مزيان غير هما ما تنساش اخويا عبد الرحيم ان عندهم ديفونس عندهم لا ديفونس ثقيله، يعني الا غدير هذاك الضغط الكلي على فريق الوداد في ربع ساعه الاولى صعيب انهم طلعهم نص كيران ديال وربما ما يردوش البال للحداد ونجم اللي عارفين ان الحداد سريع بالاختراقات ديالو فغيتعذبوا فتنظن اخويا انا بلا ديفونس اللي عندهم هما وبالعقليه ديال معيز الشعباني انه حتى هو عنده هذاك ليسبري ديال انه دفاعي، يعني ما تنظنش اخويا يغامر هو يقدر يضغط غير بالكره الثابته، يعني اذا كانت كره كورنين ولا كفره يقدر يطلع واحد العدد كثير ديال اللاعبين ديالهم هذوك اللاعبين الطوال، يعني تقدر تلقى عندك واحد سته في الكارو ولا سبعه ولا، ولكن من غير هكاك ما نظنش انه يضغط ويطلع البلوك ديالو ويبقى ضاغط على الوداد لان ما عندوش اللاعبين اللي غيديروا ليه هذاك لو سيستيم وهذاك لو سيستيم تيبغي لك ديفونسور اللي خفاف، يعني ملي كتضرب الكره كتطلع دغيا يقدروا يجيبوا المهاجمين ديال الخصم، انا كنظن هذه الميزه ما كايناش في الترجي اخويا عبد الرحيم ومتفق معك السي محسن، ولكن دابا انا دابا بغيت نقول لك دابا الهضره ديالك كامله مزيانه، ولكن دابا الوداد البيضاوي ودخلنا عليك الوداد البيضاوي مثلا الوداد البيضاوي معروفه باللعب ديالها كتلعب 4 3 3 في الميدان ديالها، ولكن كتخرج الوداد البيضاوي خارج الديار دابا بحال الترجي التونسي خاص البنزرتي كما قلنا حنايا يبدل الخطه، مثلا كيلعب 4 3 3 يلعب 4 4 جوج غيثلث لهم الخطه، والترجي التونسي هذاك اللاعب اللي لعبونا في الدار البيضاء خاصو يبدل لهم الخطه باش يتلفهم ويتلف لهم التركيز ديالهم. لا شي عبد الرحيم انا بقول واحد القضيه، انا شي هذه المساله ديال الخطه مثلا 4 4 2 ولا مثلا شوف عبد الرحيم ستيفان كاميني قال لك انا اتفق مع محسن ستيفان كاميني ديما ضدنا ديما ضدنا الخطه ديال عبد الرحيم راه كاميني واخد شي كامينه من عندي اخي ما تديش عليه كاميني دابا كنعرفوا دابا شي 4 شهور ديال 5 وما كنعرفش السميه ديالو الحقيقيه حتى قال لي ولد البارح حتى قال لك مصطفى صاحبي ضربتي لي كلشي مصطفى غادي يقلبوا عليه ضربتي لي كلشي في الزير غبيناتنا عبد الرحيم وعبد الرحيم وراه من اليوم ما غيولي ديما ضدك من فرضتي لي الاسم ديالو قلتي لي الاسم ديالو غيولي ضدك هو شو وصافي دابا غادي شهرين دابا راه شهرناه كاع درتي لي الاشهار اكمل اخويا كمل خويا كريم خويا كريم او حتى تدخل باغي نقولوا انا خفيف ونخلي الاخوان يتناقشوا في الامور التقنيه فرق ترجي انا كتبان لي غتلعب اللعب اللي لعبات هنايا في الدار البيضاء وغتلغي خط الوسط وغتعتمد على الكره الطويله اتجاه اللاعب الجزائري والمهاجم الافريقي واخا كملوا اخويا كمل السي عبد الرحيم كمل
ورات تاعو خلوا لي نكمل انا. واه هادو ملعو ولا ما هما هادو ياك ياك عبد الرحيم. وانت كتزيد كتفوت لعبه كتفوت لعبه شي كونتر اتاك يدخل لك يخرج لك محسن بالطاكل شويه راشد تيجيك بهاد الجرب يدير لك ضربه خطا غير مباشره فين محسن كل معاهم. والعلماء هادو تحسب تحسب هذا القرض ولا هذا راه هذا راه رشيد ومحسن هذا حسب هذا القرض ولا راه قلت لي انا القرضه شوف راه صيفط لي قلت لي هالعاره القرضه ما تمشيش مع الوداد بقى قلت لي والله غادي قلت لي لك شوف قلت لي الا ما فرض الراي ديالو وكيبغي يفرض الراي ديالو على المجتمع شوف انت انت مرشد بغيت نشد ديالك الحلقه دابا انت كتحل كتنشط الحلقه وانا هضر انا الراي ديالي ولا هو ما كتهضر معاه كيقول لك لا خاص الراي ديالو هو اللي يكون كتشكرك انت شوف قلت لي قلت لي ريح راه غادي قلت لي راه قلت لي هذا الاسبوع غادي يكونوا شي موته دير عليهم شي بورتري وديهم للمقبره يدفنوهم ورياح ليا مع راساتك راه ما كنت نستافلو ما كنتفايلوش بك قلت لي فين ما كتمشي مع الوداد اكيد ها قلت لي خليه يمشي يونس جوده ولا يمشي سميتو محمد هادو كنتفايلو بهم اما القرده بوتوزاز بوتوزاز مزيان اما القرده راه ما تفايلش به وتريد امير بيروك توا من العلماء امير بيروك لا من العلماء عمير بيروك راه واعر عمير بيروك من طبيعه العلم اللي قال لا البارح هذاك لا هذاك راه راديو مارس مقطع عندنا ثلاث ايام قال لي راه صافي التقنيين غيصابوا راه غيصابوا تيرا الدواور كامل قلت له عيطوا لي وقال لك راه راديو مارس راه ما خدامش عندك قال لي واش توا شي عبد الرحمن قال صعد قلت له واد قال لي ترى هو قال لي ترى جميل 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 البرامج كدوز فيهم قلت له راه قرب غادي نزل معاك عقل راك عقل عقل عليك واه لا راه دابا ما تسمعش شحال دزت معنا جوج خطرات تهضر مديح هو اللي كيدير دابا تشكيله مشكله اه واش كيدوزو مع الحفشين هذوك النجوم اللي بقاو لك تيك تعرف بحالك نتايا بحال بني حيا بحال الدراري العلماء اللي كيدوزو كيدوزو مع درك هذا عشي الحفشين شويه حنا دابا كنشوشو هنايا كنشوشو من الميريكان حنايا كنشوشو دابا وي دابا العلماء راه العلماء راه بان لكم واحد البرنامج ماشي دليل العلماء راه كيهربوا وتبارك الله عليك ابو عبد الرحيم كيف قالت الوالده كلشي مزيان تبارك الله طولنا عليك وتبارك الله عليك ابو كريم تبارك الله سي محسن رشيد جميل مرحبا مرحبا غدا ان شاء الله غنديروا ان شاء الله نديروا واحد لايف يكون مطول ان شاء الله وغادي نحاول ما امكن يعني ندوز الماتش غادي نحاول ندوز الماتش يعني في المباشر الاخوان ديالنا باش يتفرجوا حتى هما اذا غادي نحاول ابو كريم نعم سيدي ابو كريم ابو كريم نعم سيدي والو معاك والو السي عبد الرحيم ها كنسمعوك قلت لك عندنا واحد المصطلح عندنا في الدوار هنا الشفاقه كتكون صعيبه ولا شي حاجه كنقولوا له صافي هادو خاصنا نلعبوا معاهم بالمعقول نلعبوا معاهم بالنفس ديالنا خاصنا نجيبوا لهم الدبوح وكنتمنى غدا من الوداد البيضاء ان شاء الله تجيب لهم الدبوح واه ما كاين ان شاء الله غدا غيفرتكوا هذيك الشقله تما كاع ويجمعوا ويديو يجيبوا داك الكوب يجيبوه لينا ان شاء الله باذن الله ولا وعلى ذات الوداد الكوب وبدي ابو كريم راه صافي خاصنا نفرضوا بشي عجله ونديروا الفيطه في الدوار الله 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 يدي الوداد تنديروا شي عجله نذبحوها ونتبرعوا على الناس تما الاصدقاء ديالنا في دوار الصعادله ان شاء الله باذن الله يا ربي كما درناها في 2017 راه غنديروها ان شاء الله هذا العام هذا ان شاء الله باذن الله شكرا لك اخي عبد الرحيم تبارك الله عليك شكرا صديق ديالنا عبد الرحيم دوار الصعادله من اسفي صديق ديالنا وعزيز علينا بزاف تبارك الله على السي عبد الرحيم كنضحكوا معاه شي شويه وكنشطوا معاه اذا السي محسن قربنا نساليو هذا اللايف الا كانت شي حاجه نقولوها الا كانت شي كلمه اخيره غتسمحوا لنا غدا ان شاء الله غادي نكونوا غادي نحاول ندير قبل المقابله باش نعطيو التشكيله نحاول ندوز الماتش غادي نحاول ندوز الماتش في لاباج اذا غادي نحاولوا اذا سي عبد الرحيم كنشكر جميع الاخوان اللي ما قدرناش نقراو لهم لي ميساج ديالهم لان كانوا بزاف وكان عندنا بزاف ديال المسائل اذا السي رشيد كلمة أخيرة والكلمة أخيرة نتمنى إن شاء الله التوفيق للوداد الرياضي إن شاء الله ونفرح جميع المغاربة
من طنجه للقويره ونخرجوا للشوارع كالعاده نحتفلوا هذا الشيء اللي بغينا، ونتمنى ان شاء الله الجماهير تمشي سالمه وترجع غانمه ان شاء الله باللقب وترجع فرحانه. وتحيه لجميع المشاهدين الكرام، وكنعتبروا الاخوان المشاهدين ديالنا خوتنا وصحابنا اللي ما استطعناش ان نقراو لهم الميساجات ديالهم. خاصهم يعرفوا بان راه ملي كنديروا واحد الحصه راه كنناقشوا المحاور واحد ساعه ونص قبل، وحنا كنناقشوها باش نطرحوها باش توصل للمستمعين الكرام ويستافدوا حتى هما، راه ماشي غير كنجيبوه ونحطوه نبداو نهضروا ليه. هذا ما كيبقاش لينا الوقت اننا نقراو. بلاتي ندخل مع واحد الاخ، ناخذ غير واحد المكالمه من الصباح، والاخ ديالنا كيعيط. حشومه، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء النور خويا كريم. اهلا وسهلا، ما بقاش عندنا الوقت، ولكن شفتك صيفطتي ميساج قلنا نعطيك واحد بعد دقائق ان شاء الله. شكون معنا؟ على العموم تحياتي لك وتحيه الاخ عبد الرحيم والاخ محسن والباقي الافتخار الاخ كاميني معك صالحي مدينه تاونات. تاونات، اهلا وسهلا. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للفريق الوداد البيضاوي غدا ان شاء الله، وكنتمنى نتمنى اللاعبين الطاقم يعني ديال مكونات فريق الوداد ما تاثرش يعني بهذه الحمله الدعائيه ديال التوانسه ان شاء الله تعالى، ورجعوا لنا بالاميره من تما، هذا هو الشيء المنتظر. ما طولش عليكم، تحياتي لكم جميعا. وشكرا. وما كدير واثق من نفسك، مالك ما دير السميه ديالك؟ وا ان شاء الله غنحاول غادي نبدلها قريبا، كان عندي غير نظر الباطوف. واخا سيدي، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك، مستوى عندك تبارك الله. بدلنا السميه نتعرفوا عليك، تبارك الله عليك اخويا. تحياتي لك صديق البرامج الاذاعيه، وراه سوي راه خلاص احنا في الصحه كامله. بطبيعه الحال عبد الرحيم راه هو العالم ديالنا، القدوه ديالنا في التواصل. تبارك الله عليك اخويا. الله يحفظك اخويا كريم، تحياتي لك وتحيه لجميع المستمعين داخل وخارج الوطن. ان شاء الله تعالى غدا نحن معكم دائما ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، مرحبا بك اخويا في اي وقت. جميع الانديه المغربيه سواء كانت زويره دراجة بركه الجيش، نحن دائما مع الانديه التي تمثل المغرب داخل وخارج الوطن. تبارك الله عليك اخويا صالحي، تبارك الله عليك اخ ديالنا صالحي ديالنا صالحي من تاونات ودادي، تبارك الله عليك. كان عيط بزاف وخدينا المكالمه ديالو. واخا سي اسمح لي قطعتك اخويا رشيد. ايوا باش نكمل نخدم كنتمنى ان الاخوان يتفهمونا شويه. راه اقسم بالله راه فاش كنبغوا نديروا حلقه راه كنناقشوا المحاور واحد ساعتين ولا ثلاثه قبل، كنحطوهم وكنناقشوهم غير باش نعطيكم واحد المحتوى اللي يليق بالمستوى ديالكم ويقدم واحد الاضافه للمشهد الكروي. وهادشي يعني اللي كنتمناو، راه حنا راه كان كما قلتي كنجتهدوا وكنحاولوا باش ما نجيوش خاويين، على الاقل نستافدوا شويه من بعضياتنا. هذا هو المهم ان شاء الله، وكنوعدكم ان شاء الله ان القادم ان شاء الله غيكون حسن وغيكونوا برامج جديده ان شاء الله اللي غناتوا بهذا الموقع ماروك سبور 24 تي في. غنزيدوا نطوروه، غنزيدوا في البرامج وغنزيدوا في النقاشات. حاليا راه كنطوروا الناس باش يطلعوا معنا صوت وصوره باش هو المشاهدين يشوفوا الناس اللي كيتناقشوا معنا. ما عندناش مع لغه الخشاب، ان كل شيء واضح، اي انسان كيتصل باش ما يقولوش هذا راه صادقنا ولا هذا كنعرفوا. لا راه كاينين ناس اخرين كياخذوا التليفونات ديالهم وكيقول لهم عيطوا. احنا شوف اللي كان يعيط، اي واحد بغى يهضر يعيط، غير ما يسبناش ويقول اللي بغى يقول، ما عندنا مشكل. احنا درنا اختيار، انسان بغى يطلع صوت وصوره مرحبا، بغى يطلع غير صوت صافي يعني عارفين. وهذا الشيء ما كاينش في شي منبر اعلامي. وتحيه لجميع المشاهدين الكرام، سي عبد الرحيم سعد لا كاميني، جميع الاخوان نور الدين واك، جميع الاخوان اللي كنعرفوهم وبداو معنا هذا المولود الجديد اللي شاف النور وبداو معنا ومازال معنا، وان شاء الله نطوروا حتى نوصلوا لاعلى مستوى ان شاء الله ويولي مسموع اكثر من الان. والسلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله الركراكي لعلو دي باقي دي ما راجع، عطي العصير مزيان، ما عيتيش وباز. الله يعطينا وجهك. واش الناس مجدين كيوجدوا باغيين يمشيو يلعبوا تشامبيون ليغ ويلعبوا هذا، وانت بارك تهضر هذه الهضره الخاويه. راه عندنا اخوان اصدقاء ديالنا ما بغيناش نخسروا الهضره. العصير راك را شبعنا منه الحمد لله، راه لاعبين فينال هنا. سي محسن، كلمه اخيره باش نختمو. وما حشمش هذا الكراكي، والله ما بغى يحشم.
هو اخويا كريم، يا سمحتي لي غير نوضح غير واحد المساله قبل ما نختم اخويا كريم، غير المساله ديال الحكم السيكات ولا غيكون مكلف بالفار. خويا كريم المشكل دابا ديال راس البزوله، بلاتي ندير التصويره ديالو باش نعرفوا على مكادر. هذا خينا، هذا هو اللي خالعني انا. كمل. شو خويا كريم، غير باش نوضحوا واحد المساله. دابا الشيء داك الحكم سيكازوي ديال الفار، المشكل ماشي في الحكم ديال الفار، المشكله خويا كريم عندك خاصه في مصر وتونس وحتى في افريقيا، ولكن سيرتو في مصر وتونس. المشكل هو ديال المخرجين ديال المقابله، راه هذوك الصور راه هما اللي كيعطيو هذيك الاخر الصور ديال اللقطات اللي كتعاد، هما اللي كيدوزوا يعني هذيك لا صورتي كدوز لهذيك الكابيني ديال الفار، يعني هما كيدوزوا مثلا الحكام ديال الفار اللقطات اللي بغاو اللي شافوهم انهم عندهم بهم مصلحه. راه منين غتكون لمسه يد ديال فريق الوداد في الكارو، يعني صالح الوداد ما غيبينوهاش ليهم، ما غيبينوش للفار. ومنين غتكون ديال الترجي، واخا ما تكونش مقصوده، غيبينوها من شي زاويه بانها باش تبان لك انها مقصوده، ويبينوها بالعرض البطيء كان اللاعب ردها بيدو ولا شي حاجه بحال هكا. راه المشكل في افريقيا، وهذه المساله كنهضر عليها حتى هذاك المكلف بالتواصل في الجامعه سيمقروف، قال لك ان راه خصنا، قال لك حنا دابا تنفكروا ان الكاف تعاقد مع شركه اجنبيه باش تنقل المقابلات الكبيره بحال هكا، وهذه هي الفكره اللي خصها دار. هذه راه اما ما حد المقابله كتنقل في مصر وانت لاعب في مصر، راه عرف انهم راه ما غايبين، راه غيظلمك الحكم الفار، ولكن بالاساس غيظلمك المخرج ديال المقابله. هذه غير كتوضيح اخويا كريم. المساله الاخرى اخويا، صراحه كنوجه التحيه لكافه الاخوان اللي كيتواصلوا معنا، لا الاخ الصالح اللي وجهنا التحيه، سي بن يحيى، سي كاميني، سي نور الدين واك، سي عبد الرحيم سعاد، اللي صراحه غير اللي كان ولا سي جعفر، ولا كذلك كافه الناس اللي كيتواصلوا معنا اخويا كريم. غير اللي تنبغي نوضح، راه في كره القدم راه ما كاينش شي واحد عنده حقيقه مطلقه، راه كره القدم كتبقى حاجه اللي نسبيه. راه ممكن هذاك اللي يلعب كره غير شويه يقدر يعطي راي على هذاك اللي يلعب كره اللي كان شي ماشي باش زوينه الكره، لان كل واحد اي واحد يقدر يعطي الراي ديالو، لان اخويا كريم راه كل واحد والطريقه باش يفكر. راه كاينين، راه مارادونا لعب كره على المستوى ربما اسطوره ديال كره القدم، ومنين جا دار التدريب طلع مدرب فاشل. راه وكاينين مدربين اللي ما لعبوش الكره وناجحين، يعني وكيضربوا فرق كبرى. راه هاد الامور خصنا نعرفوها، راه يعني راه هذاك ربما بعض اللاعبين القدامى تيبغيو يصوروا هذيك الصوره انهم هما اللي تيفهموا في الكره وداك الشيء، راه ما كايناش هذه المساله. راه الكره كتبقى حاجه اللي نسبيه، غير هو كاين شي حوايج اللي لوجيك نقدروا نتفاهموا عليهم، وكاين شي حوايج اللي تيبقاو ربما، لان دابا حنا كنحلوا مثلا المقابله ديال الترجي مثلا طريقه باش غيدخل معز الشعباني، راه يقدر يفاجئنا كاع. راه ممكن انه كما قال سي جعفر يدير لك بلوك مثلا نازل، اولا ممكن كما قال مثلا سي عبد الرحيم السعد يدير لك بلوك طالع ويدير لك بريسينغ عالي ويضغط، ولكن حنا تنحاولوا كل واحد تنشوفوا ربما واحد بالرؤيه ديالو، كنشوفوا المقابلات اللي لعب اخويا كريم، وكنشوفوا النوعيه ديال اللاعبين اللي عنده، وكنتبازاو على هاد الامور. لذلك في كره القدم صعيب انك تحكم اخويا كريم. راه فريق الوداد في المقابله ديال الذهاب، راه كون كانوا لاعبين في الطوب ديالهم كنا غنشوفوا مقابله اخرى، يعني غنشوفوا بريسينغ عالي، يقدر تشارجي ما يقيسوش كره، ممكن يخرجوا بحصه كبيره يخسروا. ولكن هذا الشيء علاش نقول لك ان المقابلات بزاف ديال الحوايج اللي تيخلوك صعيب انك تتكهن لا بالطريقه ولا بالنتيجه، لان بغض النظر عن الخطط اللي كتبقى ارقام، فكيبقى التنشيط ديال هذوك الخطط. طبعا الحال دابا تلقى غنشوفوا يعني المقابله اللي كيفاش غادي تدور، وان شاء الله نتمنى يكون الوداد يعني فائز ان شاء الله. اخويا كريم، لان كيبقى التنشيط المدرب اللي حاطه، ولكن راه كيبقى حتى اللاعبين اخويا كريم، واش داخلين في المقابله، واش واجدين، واش عليهم الضغط، واش كيفاش اللاعبين في نهارهم هذاك النهار، يعني 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 كره القدم مجموعه من الاشياء اللي كتاثر. لذلك اخويا كريم، انا شخصيا نتقبل جميع الاراء. سمو حسين، خويا اللي بغاو يتصلوا وينشروا بهم شي حاجه عندهم راي اللي معارض هذا الشيء. محسن عنده شي مكالمه،
كنظن محسن عنده شي مكالمه هاتفيه. اذا الاخوان اللي كانوا معنا كنشكركم جميعا. محسن معنا؟ وي كريم. وي 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 معك اخوي كريم. غير باش نختم اخوي كريم على كل تنحييك اخوي كريم وتنحيي السي رشيد وكذلك السي بن يحيى وتنحيي كافه الجماهير المغربيه. شكرا لك اخي محسن. رشيد الزاغوري كيقول لك انا رجاوي كنتمنى الوداد تربح مربوحه ان شاء الله. ايوا هادشي اللي بغينا. داكشي علاش حنا ما بغيناش مول العصير ديال صويره مسكين، ما بغيناش نخسروا الهضره. ها علاش؟ لان كاينين رجاويين في المستوى اللي تا هما متبعين البرنامج وما بغيناش نبداو نخسروا في الهضره. وداكشي حشومه مني يجاوبك شي واحد ميساج شي مشكل، ولكن حنا راه حشومه خصنا نرفعوا. دابا قلتيها شي 20,000 مره، العصير ديال الصويره، العصير ديال الصويره، العصير ديال الصويره، والعصير راه كاين في اي بلاد. ما فهمتش شنو هذا العصير، ما فهمتش شنو هي. والعصير راه هي اللي دارت بركان، هي اللي دارتها، هي اللي اخترعت العصير، هي مدينه البرتقال. اذا حشومه نبداو نهضروا بهذه الهضره. اذا اخوان ديالي شكرا لكم، شكرا كنتو كثار. غدا ان شاء الله غادي نديروا لايف قبل المقابله وبعد المقابله، وغادي نحاول ما امكن انني ندوز الماتش يعني في ماروك سبور 24. غندوز الماتش ديال واخا غادي يقدروا يسسبونديونا، ولكن غادي نحاول ندوز الماتش في الموقع. حاولوا تبارطاجيو الاخوان الحلقه، حاولوا تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وفي لي جروب، وباش نغنيو النقاش وباش تكون يعني هذا البرنامج ودادي الوداديين في العالم. إذن تصبحوا على خير وسحوركم مبروك وعواشر مباركة، وحنا نمشون فترة. تبارك الله عليكم، لا تنسوا إني أحبكم كثيرا، وتهلاوا لي في راسكم، وإلى اللقاء إلى الغد إن شاء الله. كنشكر السي محسن كان معايا والسي رشيد من الدار البيضاء. نتمنى تكونوا ليلة سعيدة إن شاء الله، وإلى الغد إن شاء الله. شكرا. وديما وداد الصويرة العصير ماشي مشكل. جبنا البطولة وزدنا العصبة، أعلى واخا تعطينا أنت العصير حنا نعطيك القلوبة. هاي شكرا لكم. اسمع سميتك، اسمع سميتك، وداد رشيد هولندا. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف، شكرا لكم جميعا. رشيد فيرجينيا عبد الرحيم خويا. شكرا لكم.